السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود بشير، استشاري طب الأطفال وعضو الكلية الملكية لأطباء الأطفال. النهاردة شكل المحاضرات ده يعني مختلف شوية، أنتوا أكيد شفتوا حاجات شبهه، بس الفكرة اللي أنا كانت دايماً بتدور في دماغي إن أنا عايز أجيب تخصصات مهمة لطب الأطفال وإحنا ما بنقابلهمش كتير، دايماً كل واحد بيشتغل في الصومعة بتاعته، ما بنقابلش بعض، وبتتفاجئ بعد فترة إن بقى في ادفانسز في البراكتس بتاعهم رهيب، وإن الناس دي بتعمل حاجات كويسة قوي إحنا ما نعرفش عنها حاجة وممكن نساعد العيانين بيها. فمن الحاجات اللي كانت شغلاني التخصص بتاع الفيدنج ديفيكولتيز، وبالصدفة البحتة يعني إن الدكتورة هبة كمان شغلها مش بس في الفيدنج ديفيكولتيز، وده مجال نادر في مصر ونادر بره مصر، الا كمان انها عندها خبره كويسه في الفيزيوثيرابي عامه. وانا عرفتها قبل ما هي تعرفني، ان كان ما كنتش اعرفها شخصيا، ان عندي زميلي يعني اكبر مني سنا كان دايما يقول لي، بعت لي الكونتاكت بتاعتها، بيقول لي الدكتوره دي الوحيده اللي ببعت لها حالات وبتخف. فهي ما كانتش تعرف حتى المعلومه دي لحد فتره قريبه، وبعدين شاء القدر ان انا اتعرف عليها بطريقه تانية، فعرفت ان هي دي نفس الشخص اللي زميلي كان بيقول لي عليها. دكتوره هبه خيري، هبه سوري حجازي احسن الاسم اللي بتحبيه. أيوة تمام. اخصائي العلاج الطبيعي ورئيس وحده التاهيل، صح ولا؟ والاوكيبيشنال ثيرابي في معهد الشلل. أيوة خبرتها ما بين الفيدنج ديفيكولتيز، لكن ستيل هي بتشتغل مع حالات سيبر بولسي والتأهيل وما شابه. وسامحيني لو انا في حاجه وقعتها في التعريف، لو حابه تعرفي نفسك بطريقه تانية انا معاكي. هو سؤال عرف نفسي ده دايما بيسبب لي أزمة، ان انا ما ببقاش عارفة اقول ايه ولا بعمل ايه، فخليني اقول الحاجات الأساسية. الناس تبقى عارفة مين هبة. يعني انا هبة حجازي، خريجة علاج طبيعي، شغالة في مجال تأهيل الأطفال من 14 سنة، مخلصة ماستر وحاليا بخلص في الدكتوراه. لغاية 2017 ما كنتش أعرف أي حاجة عن الفيدينج ولا الأورال ولا إن في حاجة كده أصلا في العالم يعني. بس كان دايما بحس إن في حلقة مفقودة في العلم وفي مجال التأهيل، لغاية ما قابلت، كانت هي الشعلة الصراحة يعني في دخول المجال أصلا، كانت أم طفل في المعهد، والولد كان كويس ولكن حصل له تعب شديد، فكان دخل عمليات اعتقد على حد تذكري، وخرج سيريبرال بولسي. فكان هي كل امنيتها في الحياه ان الولد ده يرجع ياكل زي اخواته، من اكلها زي اخواته. فوقتها انا كنت في ديبيت هعمل فكره الرساله في ايه، فقلت هو ليه احنا ما نرجع، طب ما احنا بنخلي الاطفال تقعد، بنخليهم يقفوا، بنخليهم يمشوا، يعني عندنا علم كويس، عندنا تولز بنقدر نستخدمها ان احنا نساعد في التأهيل الحركي، فليه ما بنرجعش نأكل العيال؟ فأثناء البحث ما لقيتش اي حاجة تساعدني، يعني ما كنتش فاهمة اصلا ادور على ايه، يعني ايه المصطلح ان انا المفروض ادور عليه عشان اقدر اساعد الاطفال دي. بس وقد كان، وانا الحمد لله برضو في اثناء رحلة البحث بتاعتي يعني عن العلم وعن الاجابات لأسئلة كتيرة في مجال التأهيل، خدت سيرتيفيكيت سيرتيفايد في السنسوري انتجريشن من جامعه ساوث كاليفورنيا، بروجرام يو اس سي. كان جزء منه لان انا كان دايما بلاقي مثلا في شغلنا في التاهيل في حلقه مفقوده، فلما قعدت اقرا وسيرش اكتر فلقيت ان في حاجه اسمها سنسوري انتجريشن، فواي نوت ان انا ادور عليه وادرسه. فكان وقت الكورونا فقدرت ان انا اخده اونلاين، ويشاء ربنا ان يكون من ضمن البروجرام ان يكون فيدنج ديس اوردرز بيست على الاضطرابات الحسيه. فده كان بالنسبه لي حاجه انا برضو ما كنتش اسمع عنها ولا كنت اعرفها، فسبحان الله يعني ان ربنا حطني في الطريق ده عشان اكمل بقى حته اضطرابات الطعام يعني، ويتقال عليا الدكتوره اللي بتاكل العيال. بس دي حاجة جميلة جدا، وأنا عايز أوصل لحاجة، لأن أنا متأكد إن معظم الناس اللي حاضرة وأنا منهم في فترة من الفترات كنتش أعرف يعني إيه occupational therapy، وما أعرفش يعني إيه الفيزيوثيرابي. هم كلهم بالنسبة لي دكاترة علاج طبيعي،
وبتاع الفيدنج ديس اوردر ايت فيدنج ديس اوردرز مش ايتنج، تمام؟ وهسالك السؤال ده بعد شويه. والسبيتش اند لانجوج، الناس دي بتعمل ايه؟ بريفلي كده يعني ايه الرول بتاعت كل شخص؟ يعني انا كدكتور اطفال، انت بتشتغلي كل حاجات كتير، تمام؟ ولكن العادي ان الناس ما بتشتغلش كل حاجه. وانا لما كنت بره كنت بشوف ناس بتشتغل اكتر فيزيوثيرابي تاهيل، في ناس تانية بتشتغل سبيتش اند لانجوج، ودول برضو بيشوفوا البلع وما شابه، الفيدنج ديفيكولتيز الى حد ما، وفي الاوكيبيشنال ثيرابي. ايه الفروق الجوهريه ما بينهم كدكتور اطفال افهم ده ايه؟ هو الحقيقة احنا هنا في مصر عندنا كليات علاج طبيعي، بندرس في الماستر والبي اتش دي بندرس حاجات ليها علاقة بالاكيوبيشنال ثيرابي، لكن احنا هنا في مصر ما عندناش كلية علاج وظائفي. موجودة بره وموجودة اعتقد في البلاد العربية في الأردن، وعلى حد علمي اتفتح برضو كلية في الإمارات يعني. فاحنا ما عندناش هنا في مصر اكيوبيشنال ثيرابي كوليدج، حتى الآن مش موجود. فكان دايما اللي يقدر يتخصص في ده مننا في العلاج الطبيعي بيقدر. يعني انا اول حاجه، اول مره اعرف عن العلاج الوظائفي ساعه ما درست في الماجستير، واول مره اسمع عن الفيدنج كان ساعه الماجستير برضه. فبره ليهم تخصصات، الاس ال بي هم اللي بيشتغلوا سبيتش وفيدنج ديس اوردرز. لكن لما بدات اقدم لقيت ان طالما في كوريكولا معين او مواد معينه انا درساها، فانا اقدر ان انا ادرس حاجات ليها علاقه بالاورال والفيدنج ديس اوردرز والكلام ده، واكمل الحاجات كمان في الاكيوبيشنال ثيرابي ما فيش مشكله. كان برضو من ضمن اللي يقدروا يحضروا في الحاجات ديت، كان في اليو اس سي مثلا كان لازم يا اما اكيوبيشنال ثيرابي يا فيزيكال ثيرابي يا فيزيشن، يقدر ان هو ياخد البروجرام ده ويشتغل بيه. فمش عارفة ده جاوب حضرتك في مين ممكن يقدر يمتهن ده ولا لا. بالنسبة بقى للفروقات، العلاج الطبيعي بيشتغل على الجزء الحركي. يعني مثلا طفل عنده مشاكل حركية، المفروض وصل سنة وما بيقعدش أو ما بيقفش، فهنا بيجي دور العلاج الطبيعي. طيب طفل مثلا متلازمة نادرة أو متلازمة حتى معروفة ومأثرة على التطور الحركي بتاعه، أو مأثرة على المسلز بتاعته، المسل تون، المسل باور، الكوردينيشن، البالانس، ده جزء ممكن يشتغلوا العلاج الطبيعي. بره ممكن العلاج الوظائفي يشتغل معانا برضو في حتة الكوردينيشن والبالانس. انا دايما كنت بفهم ان الاوكيوبيشنال ثيرابي بيحسن الفانكشن عامه، بمعنى صححيني لو انا غلطان، ان الفيزيوثيرابي بيشتغل على الجروس موتور، ولكن اكتر الاوكيوبيشنال ثيرابي بيحسن الفانكشن، او بمعنى اصح بيخلي العيان يأدابت ازاي يستخدم الباور اللي عنده، او هقول يتغلب على الاعاقه اللي عنده او المشكله اللي عنده بطريقه سلسه في الفاين موتور اكتر. ممكن انا صح ولا انا فاهم غلط؟ ايوه ده حقيقي، بس كانوا بيحطوا الاكيوبيشنال ثيرابي جوه الهاند فانكشن فقط او بالظبط. الترانزيشن. يعني مثلا انا الطفل مثلا اكتر حاجه شائع فيها الاكيوبيشنال ثيرابي ان احنا مثلا نخليه يمسك المعلقه وياكل، ان هو يكتب، الهاند رايتنج، ان هو الدريسنج، ان هو الاي دي ال اكتيفيتيز، ان هو يخش الحمام، يلبس هدومه، يقدر يعتمد على نفسه في التنقلات، ان هو ينتقل مثلا من الكرسي للسرير وخلافه. دي بارت مشهور بيها قوي العلاج الوظائفي. طيب الجزء بتاع السبيتش اند لانجوج، وانا مش بتكلم هنا على التخاطب، ده انا بتكلم على العلاج الطبيعي. ايه الرول بتاع دكتور العلاج الطبيعي او السبيتش اند لانجوج؟ بغض النظر هو بيتخرج منين، لان احنا دي هتبقى معضله. النظام في يوكي مختلف عن مصر او مختلف عن الخليج حتى، يعني في دول كامله ما عندهمش غير اوكيبيشنال ثيرابي واحد مثلا، فمتخيله او اتنين تلاته بالكتير. ده بجد يعني بغض النظر، انا يعني عشان لفيت كتير فشفت ده. فالسبيتش اند لانجوج بيعمل ايه؟ مش مهم اتخرج منين بالنسبه لي، لكن هو بيعمل ايه؟ انا عايز افهم الرول، بحيث ان انا ممكن ابعت لدكتور هيبه اي حد، لكن انا عايز افهم السبيتش اند لانجوج ده يعني ايه الرول بتاعته، او المين انترست في الشغل. يعني انا بخبرتي البسيطه وفي شغلي حتى في عيادتي، ده السبيتش هو معني بالفوناتكس، الصوتيات، الصوت، انه يبدا يتواصل، يعمل كوميونيكيشن عن طريق اللانجويج، عن طريق الكلمات، عن طريق ان هو ازاي يعمل ارتكيوليشن للحرف،
ازاي يعمل جملة، ازاي يتواصل يعمل حوار. فده بالنسبة لي ما يقوم به السبيتش ثيرابيست، وده دوره مهم جدا 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 بس بالنسبة لي هما انا كمان. انا اسف على المقطع، اتفضل. بالنسبة لي أنا علاج طبيعي، أنا بشتغل ما قبل ذلك، أنا بشتغل على المسلز أصلا المسؤولة عن إن هي تعمل articulation للحرف. اوكي، لكن أنا مش بتاعة speech، يعني ناس كتير قوي بتيجي تسألني أنت بتاعة speech؟ لا يا جماعة، أنا ماليش دعوة في speech خالص. تمام. أنا اوكي، بشتغل وبوتشر وبشغل العضلات عن طريق إن أنا بستخدم المهارة الأساسية اللي ربنا أوجدها للطفل، ألا وهي إن هو ياكل، سواء بقى بريست فيدنج، بوتل فيدنج، إن إحنا بقى في مرحلة إن إحنا هنبدأ بقى ناكل نتعرف على الطعام. فأنا ده اللي أنا بشتغله. تمام. هو الدكتور مصطفى لو عايز تعلق ممكن تبعت لنا تعليقك مكتوب. طبعا انا سامحيني على الكونفيوجن ده، بس حضرتك عارفه ان مثلا في كل دوله اللي بيحصل ان ما فيش حاجه بيور كده، غير في بعض الدول اللي تلاقي حضرتك واحد مثلا بيشتغل فيدنج ديفيكولتيز بس. عارفه ده ممكن يكون في تيرشري سنتر في يوكي، اكيد انت عارفه ده احسن مني يعني. فمثلا ساعات انا السؤال ده بطرحه علشان خاطر انا عارف الاجابه ازاي، بس من لفتي شفت ان السبيتش اند لانجوج بيعملوا ايفالويشن للسوالوينج في بعض الحاجات. فهل ده داخل في العلاج الطبيعي برضو، ولا ده جزء بتاع التخاطب والحاجات التانية في مصر يعني؟ هقول لحضرتك هجاوب. يعني مثلا الفيديو فلوسكوبي والحاجات دي، لا انا ماليش دعوه بيها خالص. اللي بيعملها امراض تخاطب، حتى هنا في مصر في دكاتره هم اللي بيعملوا الفيديو فلوسكوبي والسوالوينج تيست والحاجات دي، انا ماليش دعوه بيها، وتخصصات اخرى تقدر تعمل ده. لكن انا حتى في الرساله ده انا قدرت ان انا اعمله في سكيلز وفي تولز، اقدر ان انا اعمل اسسمنت للاورال ديسفاجيا، للسوالوينج ديسفاجيا بطريقة معينة، أقدر أعرف الطفل ده عنده مشكلة في أنهي مرحلة في الأكل. ودي أنا في طول استخدمتها تحت إشراف دكتورة شينا ريل، هي دكتورة شغالة في أستراليا حاليا، وهي اللي بعتت لي التول، وهي اللي ساعدتني إن أنا أفهم أصلا إزاي أعمل أسسمنت للأورال ستراكتشر والأورال موتور، عشان أقدر أقول الطفل ده إيه المشكلة اللي عنده اللي مش مخلياه قادر يقوم بوظيفة الأكل. هو ليه ما بيبلعش كويس؟ ليه ما بيعملش ماستيكيشن كويس؟ حركة التنج المفروض تبقى عامله ازاي في الاكل المعين، في التكستشر المعين، البوتشر بتاعي يبقى عامل ازاي. فانا بالنسبه لي بقيس السوالوينج فانكشن او الفيدنج فانكشن او الاورال موتور فانكشن بتولز عضليه، مش زي الفيديو فولوسكوبي، مش زي سوالوينج تيست. ممتاز. طيب انا هنتقل لحتة تانية خالص، ان احنا هنمشي نستفاد منك بقى اقصى استفادة. تمام. هبدأ بالفيزيوثيرابي وبعدين اسيب الجزء الاصعب على فهمنا للاخر. تمام. انا هسألك على حالات احنا بنشوفها كلنا سواء في العيادة او بره العيادة، وعايز اعرف رأيك، انتوا بتحبوا كفيزيوثيرابي ابعت لكم الحالة دي امتى؟ تمام. وامتى تقولي انت كفيزيوثيرابيست؟ لان الناس مش فاهمه برضو ان الفيزيوثيرابي ده بيعمل اسسمنت، ده دكتور بيعمل اسسمنت على فكره يعني. في ناس انا ببعت لهم الحاله يقول لها دي كذا وهتحتاج كذا، وبعدين هتتابع كذا لو حصل يعني، ممكن يبعته لتخصص تاني بعدين. الناس مش واخده بالها من الحته دي خالص، لان للاسف دكاتره العلاج الطبيعي بيغردوا لوحدهم في سرب لوحدهم. اكيد حضرتك واخده بالك من دوت يعني، احنا كل واحد فينا في عالم تماما. اه ده حقيقي. انا هبدا بحاجه يعني واحده واحده. مثلا رغم ان انا ما بشوفش الايربس بولسي، ولكن انا اللي لقيته ان الناس مش عارفه البيزك مانجمنت بتاع الايربس بولسي. اوكي. فانت من ناحيه الفيزيوثيرابي دلوقتي، انا جالي حاله ديفيكلت ليبر وخلاص، شولدر ديستوشيا مثلا، وبقى ايربس. اوكي. ما بقاش ايربس يعني، في بيكال بلاك possible بالظبط brachial plexus injury. تمام. مم. اتعامل معاه ازاي؟ وامتى دكتور العلاج الطبيعي يتدخل؟ وامتى يقول انا فشلت فاروح لحد تاني، اللي هو هنتفاجئ ان هو هيطلع دكتور مثلا عظام غالبا مش زي ما احنا فاكرين نيورو. فايه الستبس بالظبط اللي حاله زي كده بتعدي بيها؟ خليني أقول مقدمة كده في الأول وبعدين أجاوب على سؤال حضرتك. ممكن
اتفضلي. طبعا اتفضلي. في ضمن يعني رحلة البحث والتعلم يعني بتاعتي من ساعة ما بدأت مجال التأهيل، قابلني كتاب كان بيتكلم إن في مستشفى في ألمانيا سنة 1992 كان من البروتوكول بتاع الأسسمنت بتاع الأطفال أول ما تتولد إن في تيم كامل بيعمل لهم أسسمنت، بيعمل للطفل أسسمنت. عبارة عن إيه الأسسمنت؟ بيعمل ريفلكسز، بيعمل أسسمنت للريفلكسز، بيعمل رينج أوف موشن، بيشوف السكان بتاع الطفل، الاراوزل ليفل، بيرضع ازاي، لو هو بريست فيدر، لو هو بوتل فيدنج، بيشوف كل ده. والطفل بيتم الاسسمنت بتاعه اول يومين، وبعدين يخرج مع مامته، وبعدين يرجع بعد شهر يعملوا له اسسمنت تاني. فده كان بالنسبه لي مبهر، لان في حاجات لو اتعرفت من اول ساعه احنا هنوفر على الطفل والاهل سنين ضوئيه من التاهيل ومن الفلوس ومن المجهود ومن الاكتئاب ومن كل حاجة. فأنا بالنسبة لي الدايرة بتبتدي من ساعة ما الطفل ده، يعني أنا فاكرة إن في سنة 2013 جالنا ولد عمره 3 أيام، الدكتور قال إن ده إرفس بالطي لازم يبدأ علاج طبيعي. فدي كانت أول مرة أشوف حد اكتشف حاجة بدري قوي كده. فالطفل جالنا، الطفل ده فضل يعمل تأهيل أعتقد مدة لغاية ما بقى عمره 9 شهور أو 10 شهور، وكان الفرق بين اللمب الأفكتد واللمب الأن أفكتد لا يذكر، أنا ومامته بس اللي شايفينه. فإحنا إمتى بنروح للعلاج الطبيعي؟ لما الدكتور، لأن طبعا طبعا متعارف إن الطفل أول حد بيروح له مين؟ دكتور الأطفال الأطفال بالظبط. أو دكتور النساء، أول حد بيقابله هو دكتور النساء. فلو دكتور النساء خد باله إن الطفل ده إيده فيها مشكلة، هيحولوا عظام، يعني هيحولوا مخ واعصاب. بعد كده المخ والاعصاب والعظام هو هيقول له لا انت كده اربس بولسي بريكيال بلكسس، انت روح علاج طبيعي. في حاله واحده بس احنا ما بنقدرش نبدا، لو في كومبليت ديسلوكيشن في الشولدر، دي ساعتها لا انا لازم الدكتور يقول لي انا امتى ابدا، او في لو في كومبليت بريكيال بلكسس انجري او تير، دي ساعتها لا انا مش هقدر اعمل حاجه كده، انا محتاجه جراح يشتغل الأول يعمل الجراحة للطفل أيا كان العمر اللي هيعمل فيه الجراحة دي، وبعد كده يجي أنا دوري. طيب لكن حضرتك لا بت أنا آسف على المقاطعة، اتفضل. لا لا اتفضل. حضرتك بتبدأي من يوم كام الفيزيوثيرابي؟ حسب الهيستوري بتاع الطفل، بس في أطفال في الحضانات بتبدأ فيزيو ثيرابي. يعني ممكن من أول كام يوم. أنا هقول لك البراكتس بتاعي إيه، يعني أنا هقول لك البراكتس بتاعي فيه إيه، بس أنا برضو حابب أسمع من ناحية الفيزيوثيرابي إيه الأخبار. يعني مثلا بتستني أسبوع أو أكتر؟ لا ممكن ايرلي، از ايرلي از بوسيبل. أول يوم طيب تمام. انا هقول لحضرتك برضو البراكتس بتاعي عشان برضو يعني الجانب الاخر من الصوره. المفروض البيبي لما بيتولد بيتاخد بدكتور اطفال وبيتعمل له فول اكزامينيشن، سكريننج اكزامينيشن، يونيتال اكزامينيشن فول، وده معروف لكل دكاتره الاطفال المفروض على البيزك ليفل. لنفرض ان انا شفت حاله يعني شكلها اربس بولسي او هايبوتونيا في ناحيه، وخلاص مع الديفيكالت ليبر، فانا عارف ان دي بريكيال بريكسس انجري. هي ليها ليفلز في الحقيقه، نيوروبراكسيا يعني مايلد تراكشن حصل على النيرفز، ودي الكومنست، وفي الاكستريم خالص اللي حصل له افالجن، وده بالظبط. بيمثل 20% من الحالات. اوكي، انا اللي بعمله لو العيان ده كريتيكالي سيك، لان البريكر بيكسس انجري ممكن يكون معاه اذر انجريز، وده فيري رير دلوقتي بنشوفه بصراحه، لان كل الناس بتفتح قيصريات. انا نفسي ما حضرتش الحالات دي، لكن هيستوريكالي انا عارف اللي كان بيحصل قبل ما انا ابتدي اشتغل. يعني العيان بيبقى كريتيكالي سيك وداخل حضانه، بعد كده الفيرست ستيب لعيان زي ده انا بنصحه بإيموبيلايزيشن فور 1 ويك علشان الاديمه اللي اراوند النيرفز، وبعدين بيبتدي علاج طبيعي في الوقت ده. لو في absent grasp reflex at 3 months تمام، ساعتها بقول ده possibly failed treatment، فساعتها انا بحب اشوف جراح اعصاب، جراح اسف عظام مش اعصاب. النيرف جرافت والتندون ترانسفير والحاجات دي بتتعمل بجراحين عظام، عكس ما احنا كنا متخيلين تماما ان اي حد يتحول بنيورو. فده البراكتس بتاعي في الاربس بولسي.
وانا اتفاجئت ان هو ممكن نبدا ايرلي، دي حاجه لطيفه جدا. وكان اهم حاجه بعرفها الاموبيلايزيشن والفرق طبعا، ان يعني دكتور العلاج الطبيعي هو اللي بيعمل موبيلايزيشن، فهو عارف الرينج وعارف هو بيعمل ايه، لكن الام اموبيلايزيشن وبتحرك الدراع بطريقه معينه وما شابه، يعني الى اكيد حضراتكم عارفين الفرق. يعني ده البراكتس بتاعي. انا اتفاجئت بقصه ان هو ممكن از ايرلي از بوسيبل، وطبعا لو عيان يعني محتمل ان هو عنده سيفير انجري بالشكل ده، ده مش هيتعمل له حاجه، ده لازم تشوف المشاكل الكبيره الاول، الاي بي سي دي اي العادي خالص، وبعدين نبقى نفكر في الايربس بولسي. ده حقيقي. اه طيب هننتقل لحاجه تاني. دي بقى هو حاله، اتفضلي يا ريم. حضرتك الهايبوتونيا تمام. وبرده ذكرت سيريبرا بولسي تمام. انا كنت اسالك سؤال اسهل شويه الاول. طيب ماشي عشان الحاله دي انا دايما بشوفها في العياده دي كتير بقى. يا جماعه ما تقلقوش، احنا لسه يعني هنرغي الناس لو حد بعت سؤال او حاجه، انا شايف الشات بس لسه ما فتحتش. في حد بيسال، طيب ده سؤال ريليتد للموضوع، لو في فراكشر كلافيكل بتاجلي الفيزيوثيرابي ولا لا؟ أو بتاجلي ولا أو طيب أنا تمام. مع فكرة إن أي حاجة ولو 5% ممكن الطفل أبقى بعمل حاجة غلط أو ممكن تأذيه، لا أنا بأجل. تمام، شكرا جدا. كده جاوبنا الدكتورة. أنا متابع الشات معاكم برضو، دكتور عياد، سوري، أو إياد، مش عارف الاسم، عياد. طيب هننتقل للسؤال التاني، ده كومن قوي بقى، يعني ده كلنا بنشوفه في العيادة. يعني بسأل على التورتيكولس بس، مش العيان الأكيوت اللي هو جريزل سندروم، ولا عنده مينينجايتس، ولا عنده فارنجيال أفس، لا بتكلم على بيبي 3 4 شهور ابتدى يركز في ناحيه واحده، اذروايز هيلسي. تمام. فالعيان ده انا بشوفه كتير جدا في العياده، عشان بس الناس يعني في ناس لو حد جونيور موجود يفرق بين ده وده في الاسباب التورتيكولس كتير جدا، لكن في النيونيتال ايج كده وما بعد النيونيتال السنه الاولى، الاطفال نايمين طول الوقت على ظهرهم، ساعات بيرفير ان هو يبص على ناحيه، وبعدين اجي افحصه الاقي الماسل بتاعته بتبقى تنس شويه. العينين دول انتوا بتعملوا بيهم ايه؟ لان انا بحس بسحر، يعني انا بعت العيان مره لواحد مرتين ثلاثه بقى زي الفل ورجع طبيعي خالص. في عيانين بعمل لهم ديستراكشن، بقول لهم يحط لعبه على ناحيه وحاجات زي كده والامور بتمشي، بس في عينين بيبقى بريزيستنس، ابعته العلاج الطبيعي يجي لي سليم. تعملوا فيه ايه؟ هو بيكون حصل ماسل امبالانس وكمان اثر على الفيجوال تراكينج، فاحنا المفروض ان احنا بنشتغل على الحاجتين دول مع الليفل بتاع الجروس موتور اللي وصل له الطفل. فلو الطفل لسه ما وصلناش لمرحله ان هو بيعمل كومبليت سيتنج فبيبقى في اكسرسايزز معينه، لو الطفل لا دلوقتي لا احنا دلوقتي ممكن نحبي وكده بيبقى في يعني انترفنشنز تانيه كمان. لكن تورتي كلس من اسهل الحالات اعتقد ان احنا ممكن نقابلها، يعني لان الموضوع كله بس ان احنا بنحب نرجع المسل اللي حاصل فيها تايتنس انها تبقى بنفس الباور والمسل التانية اللي حصل فيها ويكنس نتيجة ان هي شورتنج طول الوقت. فبنعمل مثلا سترينسينج اكسرسايز، بنشتغل مع الجرافيتي ان هي تعمل ستريتش ويز الجرافيتي، بنعمل فيجوال تراكينج، الاطفال بتحب الحاجات خاصة لو هو فوق ال4 شهور هيبدأ ان هو يركز اكتر، هيبدأ ان هو يتتبع الالعاب بتاعته. بننصح الأم إن في بوزيشنز معينة تنيمه فيها تشيله فيها ترضعه بيها بحيث إن هو يقدر إن احنا نشتغل على المصر. وكل ما السن يكون صغير كل ما بيكون فيه حقيقي ماجيك بيحصل، لأن لسه البرين بيتعرف على البيئة اللي حواليه، لسه الماب بتترسم، لسه العضلات والنيرفس سيستم بيستقبل الانبوتس أو بيتعامل مع البيئة لسه. فأنا أقدر إن أنا أبني وأرسم اللوحة بتاعته اللي المفروض يبقى عليها. ممتاز. طيب انا كدكتور اطفال، انت تحبي تقولي محمود بعت لي الحاله دي في وقت كويس امتى، ولا بدري قوي ولا متاخر قوي، وايه الحاجات اللي تنصحيني اقولها في العياده بتاعتي تبقى ماشيه مع دكاتره العلاج الطبيعي اللي هو كومن سنس بالنسبه لكم، عارفه البيزك اللي هو تديني كبسوله اتعامل مع العيان ده ازاي كدكتور هو اطفال مش حضرتك في علاج طبيعي؟ يعني انا لو شفته احوله من اول وقت، ولا ممكن اديها شويه انستراكشنز واستنى شويه؟ جاوبت على السؤال ده في المحاضرة اللي أنا حضرتها لحضرتك، يعني كنت حضرتك أول حد أسمعه إن هو بيعمل development assessment للأطفال. يعني
حضرتك لو لقيت ان الطفل مش ماشي في الشارت بتاعه، ان هو عدى المفروض الوقت اللي هو المفروض يقعد فيه ولسه ما قعدش، ما صلبش راسه، ما تقلبش، طبعا مع الهيستوري اللي بيتاخد من الام، في امهات بيبقى مثلا البيبي بريماتيور، فطبيعي انا هبقى متوقع ان سوري، يكون الطفل انا اسف، انا قصدي على التورتيكولس. هو واضح ان حضرتك افتكرتي على الديلي ديفلوبمنت. انا بتكلم على التورتيكولس، الكبسوله بتاعته. انا لسه في السؤال، انا اسف، يعني واضح ان انا ما وضحتش السؤال. انا اقصد، انا كدكتور اطفال بشوف حاله التورتيكولس، وانا بتكلم هنا مش على الاكيوت كونديشنز والحاجات اللي كده، البيبيهات اللي هم دايما بيبقوا حوالين 6 شهور وحاجات كده، دايما بيبقى في السن ده. إن كده فانا ك... اه فانا كدكتور اطفال، هل في حاجة معينة أعملها instructions أقولها للأم وبعد كده أقول لها روح الدكتور علاج طبيعي، ولا أول ما أشوف حالة زي كده تحب تشوفيها أنت على طول أقول لا حولها علاج طبيعي؟ يعني هو انا نادرا مؤخرا ما بشوف بقى تورتي كلس في سن صغير، هما دايما بيجونا عند ال3 شهور وال4 شهور، لكن لو احنا حسينا ان الطفل ده فعلا واضحة قوي ان هو مايل ناحية عن التانية، نفس الحاجات اللي احنا بنقولها طيب جربي كده ان انت تنيميه على الناحيتين وان هو يرضع على الناحيتين، لو هو بريست فيدنج او حتى لو بوتل فيدنج ما تنيمهوش على ناحية واحدة، لو فضل الامر بعد شهر مثلا زي ما هو، لا بنقدر نحوله علاج طبيعي طالما مثلا ان هو كان مال بوزيشن في اليوترس مثلا، وضعيات غلط، الام كانت متعوده ان هي تنيمه على ناحيه واحده بس، او ان هي ترضعه من ناحيه واحده بس، او ترضعه هو على ناحيه واحده بس، لان ساعتها بس دي بتبقى هابتشوال، لكن لو الموضوع ده لا ممكن بقى ساعتها بيجي بقى احنا دور. الجزئية دي مهمة جدا، يعني عايز أعلق عليها الشيء بالشيء يذكر. لسه كان عندي حالة من 3 4 شهور كده، لسه كنت لسه راجع مصر قريب وبفتح العيادة، وجات لي حالة عندها هاند بريفرنس، والهاند بريفرنس في سن معين، تمام، بالذات حوالين ال6 شهور، ده بيندكيت سيربرال بولسي. يعني البنت دي مش فاكرة سنها كان كام، بس أنا الإكزامينيشن بتاعي زي الفل، ما فيهوش أي حاجة، يعني انا مش شاكك ان هي سيربال بولسي، بس الايد في وقت معين بتفضل تستخدم ايد عن ايد. تخيل دكتوره هبه طلعت ايه؟ طريقه ايه شيل الام دايما بتشيلها بطريقه معينه تعلق الايد اللي هي بطلت تستخدمها. فالبنت طول الوقت بتستخدم ايد معينه والتانيه متعلقه بين دراع مامتها او على البريست او حاجه. شفتها مرتين وهي بتشيلها، يعني مرتين ثلاثة كده، تحطها على السرير وتشيلها وتحطها على السرير وتشيلها، واكتشفت بعد كده انها كده. مجرد ان انا قلت لها ما تعمليش كده تاني وشيليها بالطريقة دي وحركي مرة شمال ومرة يمين، البنت بقت طبيعية. فساعات الامور بتبقى ابسط ما احنا متخيلين. أو ده حقيقي. طيب، احنا من ناحية المشكلة الكبيرة، ونتمنى مع، يعني انت اكيد اشتغلتي مع العيانين دول بشكل كبير، عيانين سيبرال بولسي. سيبرال بولسي يعني عيانين اتعرضوا لبرين اولسالت ايرلي، وهو حالات الناس فاكره ان الامل مفقود منها تماما للاسف، لان احنا ما عندناش نظام تاهيل قوي في كل الاماكن، حتى في، يعني حتى في الخليج السبورت مش كل المستشفيات بنفس الكواليتي. وساعات الناس من كتر ما بتشوفش ان الحالات دي بتتحسن، فاكرين السيبرال بولسي ده يعني عيان مفقود الامل فيه. أعتقد أنتي تقدري تقولي لنا هم بيعملوا إيه، وأنا مقتنع تماما إن السيريبرال بولسي دي درجات مش كله زي بعضه، وإن الموضوع أكتر كاينيتك، صلحي لي لو أنا غلطان، وإن في منهم كتير بيوصل لمرحلة إن هو بيبقى كويس. اه لا ده حقيقي. إحنا بنأسيوم دايما إن هو هيبقى بيد ريدن وهيبقى ضايع وهيبقى، لكن لا، إحنا شفنا حالات، يعني أنا أفتكر الناس دخلت امتحان في يوكي على حالات دخلوا الامتحان وخرجوا ما عرفوش دي ايه، فراحوا سألوا الأم بعد ما خلصوا الامتحان، كانوا يعني شغالين في الميدل ايست وراحوا الامتحان في يوكي، فبيسألوا الأم دي ايه، فقالت لهم سيريبرال بولسي. طبعا هو ليه تايبس وكده، انا مش هخش في التايبس، بس انا عايز اعرف رحلة العلاج الطبيعي معايا، لان عيان السيريبرال بولسي مرتبط بدكتور العلاج الطبيعي اكتر ما مرتبط بدكتور الاطفال. يعني انت اكيد بتشوفيهم اكتر مني 100 مرة، وخبرتك طبعا هتبقى كبيرة قوي. كلمينا عن اللي بتقدروا تعملوه ليهم، وازاي بتغيروا يعني حياتهم للأفضل جزئيا، وهل فعلا في حالات مثلا اشتغلتي معاها حسيتي ان الموضوع فرق معاها بنسبة كبيرة، يعني ابتدت تمشي وتتحرك؟
طبعا هي مالتي ديسبلينري تيم محتاجة حاجات تانية، بس يعني عايز أشوف خبرتكم وصلت لإيه في الحاجات ديت حوالينا يعني. طيب هرجع تاني للي انا ذكرته، المستشفى اللي في المانيا اللي كانوا بيعملوا اسيسمنت سنه 1992. انا بالنسبه لي لو انا الطفل بدا ان انا يبقى عندي بريدكشن ان هو ممكن يمر في بروسيس معينه من التشالنجز في حياته، حركيه بقى، ادراكيه، حسيه، في حاجات بتبان من اول يوم فعلا زي ما انا قلت لحضرتك. واللي كان لطيف بقى في رحلة التعلم ان من الحاجات اللي انا اقدر اخد بالي ان الطفل ده ممكن يعاني من تحديات صعبة في التطور، او النيرفس سيستم بتاعه هيمر بمرحلة صعبة في التطور، هي حتة الفيلينج. يعني لو الطفل ده بيقابل تشالنجز معينة في الاكل، هم كانوا بيحطوا سبوت ان احنا لازم نتابع الطفل ده عشان نلحق حاجة احنا مش عايزينها تظهر. فانا بالنسبة لي لو الطفل ده مر بعملية ولادة صعبة، نقص أكسجين، بريماتيور، أي حاجة حصلت لون للأم أثناء عملية أثناء الحمل، وممكن نتوقع إن الطفل ده طفل دخل حضانة، طفل طول الوقت كان في مستشفى بيجيله التهاب رئوي، بيجيله فيفرز كتير. أنا بالنسبة لي الطفل ده لو أنا بدأت أخد بالي من تطوره وبدأت معاه بدري، هو هيوصل لمراحل قد تكون أشبه بال، يعني هو انا مش بحب استخدم اللفظ ده، بس للنورمال ديفلوبمنت. مش هيوصل كما خلقه الله، يعني كما خلقنا الله يعني، بس هيوصل لحاجات كويسه. بس هو انا احب بس اشدد ان انا مش بحب النورمال والابنورمال، انا بحب اشدد ان احنا عندنا تشالنجز، عندنا ابيليتيز نقدر نبني عليها، عندنا تحديات انا بساعد الطفل دوت ان هو يعديها ويقدر يبقى معتمد على نفسه. في أطفال كتير بيكون الوضع شديد، الإصابة شديدة، فبس ببقى بحاول أساعد على قد ما أقدر إن الطفل ده يوصل لمرحلة يبقى هو وأهله مطمنين عليه. أنا وكل ما تبدأ بدري كل ما بيكون فعلا فعلا التحسن كويس، قابلية النيرفس سيستم إن هو يقبل المعلومات أو التأهيل اللي بيدخل له ويدينا نتائج كويسة، كل ما يكون في عمر أيام كل ما بيكون أحسن كتير قوي. يعني أنا الدكتور اللي بيحول لي طفل عمره شهور، أنا ببقى نفسه أديله جايزة، أعمله شهادة تقدير، لأن هو فعلا فعلا بيعمل في الطفل ده معروف. أنا نفسي هقعد أدعيله عليه. أنا فإحنا معاهم إيه؟ لا، إحنا بنعمل معاهم حاجات كتيرة قوي. إحنا بنشتغل من أول إن إحنا بنظبط له السنسوري انبوت اللي داخلاله في اثناء تعرفه على البيئه، لان احنا التطور ما بيبقاش حركي فقط، احنا التطور بيبقى كل الحواس بتاع الطفل، الفيستيبولر بتاعه بيبقى مختلف جوه اليوترس عن بره، عن البيئه بتاعتنا بقى، عن العالم بتاعنا. فهو بيتعامل بشكل مختلف، الحركات بتاعته هتبقى بشكل مختلف، هو مش عارف يعمل ايه. بلس لو احنا عندنا اصابه معينه او انسلت معينه في البرين، لان كل مكان هيبقى مسؤول عن حاجه، فانا لازم ابقى عارف الاصابه بتاع الطفل ده فين عشان ابقى عارف ايه الحاجات اللي هو محتاج ان انا اشتغله عليها عشان اقلل التحديات اللي هو هيقابلها. في سكولز كتيره قوي بتشتغل على الجروس موتور، السنسوري انتجريشن، منها الاكوا ثيرابي، وانا بالنسبه لي يمكن عشان انا بحبها وعشان انا اشتغلت بيها كمان، فيمكن انا واخده صفه قوي، بس الاكوا ثيرابي اللي من الحاجات المبهره اللي بتجيب تحسن حلو جدا جدا مع الاطفال، لان هو ما بيشتغلش بس على جروس موتور، هو بيشتغل كمان على السنسوري انتجريشن بشكل عام. وده يخليني اقول ايه هو السنسوري انتجريشن. السنسوري انتجريشن دي الحاجه السحريه اللي بتخلي اجسامنا تعرف تتعامل مع البيئه اللي حواليها وتستقبل المعلومات وتفسرها، فبدي اقدر ادي ادابتيف ريسبونس. الادابتيف ريسبونس ده ممكن يكون موتور، ممكن يكون حاجه فانكشنال، ممكن يكون حاجه كوجنيتيف، ممكن يكون حاجه يعني حاجه بقى من الحاجات اللي تتطلب ان انا اتعامل مع البيئه بشكل حر، ان انا ابقى ماشي في الشارع مثلا ومركز في التليفون، ففي عربيه عماله تدي كلاكس، فلو انا كونتاكت سنسوري انتجريشن في النيرفس سيستم بتاعي، انا هعرف ان انا اعدي العربيه وانا بتكلم في التليفون عادي على الطريق، مش بعدي الطريق، يعني لو انا ماشي على جنب الطريق وفي عربيه هقدر اتفاداها. فهنا بيجي دور الاسسمنت والايرلي اسسمنت والايرلي انترفنشن.
لو انا قدرت ان انا اظبط النيرفس سيستم والنيوروبلاستيستي بتاع الطفل ده، انا هوصل بيه نتائج حلوه جدا. وانا شفت ده على مدار ال 14 سنه اللي انا اشتغلتها. لا انا كنت بشوف ربنا بيجري على ايدينا وعلى ايدين زمايلنا ما شاء الله، يعني معجزات ان الطفل ده قالوا له لا ده ما انت روح خلف غيره، انت الطفل ده مش هيعيش اصلا، والطفل ده دلوقتي بيمشي وبيتحرك، اه ممكن يكون فيه شوية ريستراكشن في المشية بتاعته في البالانس بتاعه، ولكن لا في حاجات لو احنا بدأنا فيها بدري، استخدمنا الحاجات المناسبة اللي الطفل ده محتاجها سواء في التطور الحركي بتاعه او اي حاجة هو محتاجها، لا هيوصل لمراحل كويسة جدا. مش عارفة انا جاوبت على حضرتك ولا لا. لا لا ممتاز طبعا. انا هايلايت از بيديتريشن ايه المشاكل عشان تعرفوا، يعني لو حد جونيور او حاجه مثلا او حد ما اشتغلش مع حالات السيريبرال بولسي ايه المشاكل عشان تعرفوا دكتوره هبه كانت بتتكلم عن ايه، وبعدين هسالك السؤال اللي سابته الدكتوره حالا عن الاكوا ثيرابي. تمام. السيريبرال بولسي طبعا طبعا ممكن عندهم مشكله في الجروس موتور وليهم تايبس كتير، بس يعني جروس موتور غالبا المشكله الاكبر، بيبقوا لو اتسابوا ما اتعمل لهمش جود فيزيوثيرابي غالبا هيبقى بيد ريدن، ولكن الناس اللي بتشتغل معاهم كويس الاوت كوم ممكن يبقى ممتاز. والناس دي بيبقى عندها فيدنج ديفيكولتيز، ممكن يبقى عندها سيجرز، ممكن يبقى عندها سيفير ريفلوكس، دنتال كيريس نتيجه الريفلوكس، هيرنج ابنورماليتيز برضه نتيجه الريفلكس وريكورنت اوتيتس ميديا او حتى سنترال كوز، كونستيبيشن، ديسلوكيتد هيبس، ابنورمال بونز بسبب البرلونجد بيد ريتن والاموبيليتي، وسكين ابنورماليتيز برضو نتيجه الموضوع ده. ده الاكستريم طبعا، لكن تخيل كل ده لما تشتغل معاه فيزيوثيرابي ايرلي النتائج بتبقى الى حد كبير كويسه. نيجي لنقطه الاكوا ثيرابي، لان الموضوع ده عليه هقول احنا جاهلين بيه، يعني انا كدكتور اطفال جاهل بيه. الاكوا ثيرابي يعني هل هو وظيفته ان الحركه تبقى الاكوا ثيرابي يا جماعه يعني ان هو بنستخدم الميه في العلاج، مش هنشربهم ميه، لا احنا هنخليهم يعوموا، فعشان حد بيسال هي ايه يعني، تشرحي لنا التكنيك برضو او الطريقه ببساطه شديده، ان هم بيستخدموا العوم صح كده علشان خاطر تحسني العيان. لا انا احنا مش بنستخدم العوم، اوكي احنا مش مالناش دعوه بالسباحه خالص، ولا ان احنا بنخلي الطفل يعوم في الميه، تمام. لا خالص. طيب ازاي بتستخدموا المية في حاجة زي كده؟ هو تكنيك وطول بنقدر ان احنا نستخدمها مع الاطفال عشان نحسن الفيستيبولار سيستم بتاعهم، نقدر نشتغل كمان على البروبيوسبشن. الحاجات دي مور يعني حاجات سبيسيفيك قوي في شغلنا، فانا هحاول ان انا يعني ابسطها. بس احنا بنستخدم الميه عشان نقلل شغل العضله ونقلل المجهود اللي ممكن الطفل يشتغله على اللاند، فبنستخدم الميه ان احنا نعمل تمارين معينه بتشتغل على النيرفوس سيستم والماسكولوسكليتر، نشتغل على المسل، نشتغل على حركه معينه، نشتغل على فانكشن معينه عشان اقدر احسنها. والحقيقه انا بالنسبه لي الاكوا ثيرابي ده وانا متحيزه له، وانا دايما بقول لهم انا لو عندي امكانيات ان انا اعمل حاجه محترمه، انا كهبه هوقف علاج طبيعي عادي هشتغل اقوى، بس من كتر ما انا بشوف الافكت بتاعه حلو على الاطفال ازاي وعلى الكبار باي ذا واي. بس انا عشان انا بس بشتغل اطفال، فبتكلم على الحاجه اللي انا شفتها بايدي، اللي انا شفتها بعيني، اللي انا مسكتها بايدي، اللي انا اشتغلتها بايدي. يعني لدرجه ان انا أخدت كورس أقوى 4 مرات، لعشان أنا طول الوقت عارفة إن الإنستراكتور ده هيديني حاجة جديدة. أه أنا بشتغل، أه أنا بجيب نتائج، بس لا الإنستراكتور ده أكيد خبرته أعلى مني، فهيديني حاجة أجدد، هيقول لي معلومة أجدد بخبرته بشغله. فهو أنا ما بقى السباحة مختلفة تماما تماما عن شغلنا، إحنا بنشتغل على النيرفس سيستم، ماسكولوسكليتل، فيستيبولار سيستم، بنحسن البالانس، بنحسن الكوردينيشن، بنحسن الفانكشن. فمثلا هقول لحضرتك مثلا ممكن طفل بيمشي، بس بيمشي ازاي؟ ممكن طفل بيقعد، بس بيقعد ازاي؟ انا كعلاج طبيعي بحسن ازاي؟ يعني انا بحسن الحاله بتاع الماشيه، بحسن الحاله بتاع مسكه ايده، حركه ايده،
بلاش مسكة ايد عشان دي اوكيوبيشنال ثيرابي. حركة ايده، بحسن اتزانه، لو هو بيمشي مثلا وايد بيز اوف سبورت ممكن استخدم اكسرسايز اندر ووتر، فلا انا حاسه ان الموضوع بتاع المشيه والبالانس. فالسباحه بقى دي بقى رياضه سبورت فيها بس، يعني مش عارفه برضو الفرق واضح ولا ممكن اشرح زياده. ممتاز جدا، انا اصلا يعني خدني التعبير، لكن انا بشوفهم دايما بيشتغلوا مع الاولاد في الميه، فانا بالنسبه لي دي سباحه. تمام. لا فممتاز جدا، انا فهمت قصدك ان احنا الميه طبعا الانسان بيحس فيها في بعض الاحيان ان الامور اسهل عليه، وكنت شفت ادلت بيشتغلوه. بس هو الفكره، هل ده بيشتغل على الجروس موتور بس ولا ممكن يفيد في اسبكتس تانيه؟ يعني هل انا مثلا واحد عندي مشكله في السيربرال، واحد عنده سيربرال بولسي او عنده هايبرتونيا مثلا سيفير او no. سباستيك دايبليجيك او وات ايفر، هل ده الاكوا ثيرابي بس اللي بيشتغل عليه ولا الاكوا ثيرابي ده ممكن يفيد في حالات تاني؟ انا عارف اكيد اللي هيحتاج العلاج الطبيعي اللي هيقرر مين اللي يعمل ايه ده دكتور العلاج الطبيعي، يعني انت اللي هتعملي اسسمنت وتقولي له انت هيفيدك كذا. هو انا شويه احنا في مجال التاهيل ما بنبصش من ناحيه واحده. يعني حضرتك كان في صوره نزلت ان احنا ممكن نبقى كلنا شايفين الفيل من ناحيه واحده، من ناحيتي انا بس، احنا الثلاثه صح. يعني اللي شايفين الفيل من زوايا مختلفه فهم الثلاثه صح. مش عارفه حضرتك شفت البوست ده ولا لا. فاهمك، ايوه عارف عارف قصدك تماما. ايوه انا بشوف طفل محتاج ايه عشان اعد احسن على الابيليتيز بتاعته واقلل التحديات بتاعته. فسي مثلا الطفل ده التحدي بتاعه دلوقتي انه ما بيسلبش راسه وما بياكلش، وعدينا ال4 سنين وما عندناش فيجوال تراكنج، تمام؟ تمام اكيد انا مش هشتغل ان هو يمسك كوبايه بايده او معلقه بايده. فانا بستخدم كل التولز اللي عندي عشان اوصل ان انا الطفل ده محتاج ان هو راسه تصلب عشان ابدا ان هو يشتغل ياكل كويس ويعمل ماستيكيشن كويس، ومحتاجه الاكوا ثيرابي عشان تحسدني الفيستيبولار والبروبريوسبشن بتاعته، لان يعني ده جزء مهم قوي للناس اللي معانا هنا بي تي وشغالين او يسمعوا عن السنسوري انتجريشن. جزء مهم قوي قوي من ان انا الطفل يكون بيتطور كويس ان السنسوري انتجريشن بتاعه يشتغل كويس، والميه من الحاجات اللي بتحسن السنسوري انتجريشن قوي. فانا ممتاز. بيبقى عندي كورس انا محتاجه اشتغل عليه، مش ان انا اشوف الاقوى تنفع مع ايه. ما ممكن الاقوى تنفع مع اي حاجه، ما ممكن تشتغل سترينثنج اكسرسايز زي مثلا اللعيبه الكوره، لعيبه الكوره في الاصابات هم بيعملوا اكسرسايزز اندر ووتر، اللو باك بين، الستروك بيشنتس بيستخدموا الميه وبتجيب نتائج حلوه جدا وليها تكنيكس كتيره قوي. لكن الاكوا ثيرابي او الهايدرو ثيرابي هو طول انا بستخدمها في برنامج تاهيل متكامل زي الصوره اللي انا قلت لحضرتك ان انا حابه اتكلم عنها. بس خلينا نخلص السريبرا بولسي لان ده اس ام اي، فهو مش يعني بارت مختلف. فانا بالنسبه لي لو انا جاي لي طفل سباستيك كوادريبليجيا او هايبوتونيا، خلينا ناخد الهايبوتونيا، واحنا عملنا الاسسمنت لقينا ان احنا في الجروس موتور احنا بارشيال هيد كنترول، بارشيال سيتنج، البوستشر بتاعي فيه مشكله، البالانس كمان بتاعي فيه مشكله، الفيدنج ثيرابي سوري الفيدنج فانكشن فيها مشكله، الاورال موتور فيها مشكله. بس اشوف المشاكل اللي عندي وانا عايز اشتغل على ايه وايه التولز اللي تساعدني في المرحله اللي انا فيها دي عشان اشتغل عليها. ممتاز جدا، هحاول اجيب الصورة، انا هبعتها وهحاول اجيبها حضرتك بعد تالي. ان شاء الله في الجزء دوت هحطها. في سؤال جميل جدا ومهم جدا جدا جدا، وهو ده الكور بتاع السيشن دي يا جماعة، ان احنا نعرف ان العيانين ممكن يخفوا. دكتورة مريم سالم كاتبة ان I have a question, early physiotherapy for cerebral palsy patient can avoid feeding difficulties ولا لا؟ ده الكوتشن which is a common problem in this type of patients, can lead to recurrent hospital admission and ICU admission, aspiration pneumonia, extreme impacts, and even death due to respiratory failure unfortunately.
طيب يعني هو ده الكورنر ستون بتاع المحاضره بتاعتنا، ان احنا نقول لكم ان العينين دول يا جماعه بيتحسنوا. يعني الدكتوره هبه هي اللي هترد على الكلام ده طبعا، بس هو ده الهدف من المحاضره. ايه رايك في السؤال ده؟ يعني السيربرال بولسي والفيدنج ديفيكولتيز بيتحسنوا ولا لا؟ بيتحسنوا، وانا رسالة الماجستير بتاعتي اتعملت على 100 حاجة و20 طفل او 100 حاجة و30 طفل كانوا سريبرا بولسي كلهم باختلافهم، هيميبليجيا، دايابليجيا، كوادريبليجيا، تيتريبليجيا، ايا كان اشتغلت عليهم كلهم الحمد لله. الحمد لله. الاطفال بترجع تاكل، وكان في منهم اطفال مركبة نيزل تيوب وجاستريك تيوب، والحمد لله بالتعاون مع الدكاترة قدرت ان انا اقنعهم ان احنا رجعنا الفانكشن، محتاجين نشيل الرايل ومحتاجين نشيل الجاستريك تيوب، والحمد لله شالوه. فلا دي انا اقدر اقولها بقوه، لان انا ما بعملش حاجه من 2017 حتى وقتنا هذا غير ان انا احاول اوصل ان يا جماعه لا، الاطفال ان احنا نقدر نخليهم يرجعوا الفانكشن تاني وما يحصلش اسبيريشن وما يحصلش ريكرنت نيمونيا. فهنا دور الفيدنج ثيرابي مش البي تي، عشان اعتقد ان في لبس. انا بشتغل فيدنج ثيرابي، بس انا في الاصل بي تي، لكن الجزء اللي بيحسن الاكل هو الفيدنج ثيرابي. انا عايز اوضح للناس النقطه دي. الدكتوره هبه بتشتغل حاجات كتير، بس مش معنى كده ان كل بتوع الفيزيوثيرابي بيعملوا الحاجات دي. ف يعني انا اتخطيت، الفيزيوثيرابي حاجه والفيدنج ديفيكولتيز حاجه تانية. تمام. بس العلاج الطبيعي يا دكتور محمود ساعدني في حاجات، طبعا يعني اكيد، يعني ده اكيد. بس ان انا ابقى عارفه الجروس موتور بتاعي لازم يوصل لايه عشان اقدر ارجع الفانكشن او اجيب الفانكشن، بلاش ارجعها اجيبها. كده الصورة بتاعت حضرتك جاهزة، وقت ما تحبي إن أنا أحطها هحطها إن شاء الله. نشوف سؤال تاني. حد بيسأل، دكتور أميرة بتسأل أكو سيربي كان امبروف اور سترينث المسل ان ادلت. ده سؤال. أكو سيربي كان هيلب ان سيرفايكال سباين بين اور سيرفايكال مسل تنشن. إيه رأيك؟ ايوه هو بيحسن ده، وزمايلنا اللي شغالين اكوا ادلت يجاوبوا احسن مني في ده. بس يعني عشان احنا خدنا الكورسز كانت فيها كورسز جنرال، فلا ده بيفرق معاهم جدا جدا جدا. يعني الاكوا بتفرق في البين يعني، وبتفرق في الاميونيتي. يعني انا مثلا انا مريضه حاجات كتيره، انا لما بنزل بس اشتغل اكوا مع الاطفال انا وعندي ربو، انا نفسي بيتحسن. ف يعني بشكل شخصي انا بحب انا الاقوى، واحب لو انا مثلا هشتغل سيشنز تي تي مثلا لاي حاجه انا بشتكي منها لا اشتغل الاقوى. في تعليق لدكتورة أصالة، مش سؤال، بتقول you can integrate the properties of water like buoyancy or water holding the person weight so applying exercise is much easier on water and can also help the idea of vestibular and proprioception advantages which will improve his body awareness so it's really great. Okay. طبعا مش فاهم overall. ده شكلها دكتورة علاج طبيعي طبعا، مش أطفال زي حالتي، فواضح إن هي التعليق إيجابي يا جماعة يعني. أوكي. شكرا يا أصال. ميرسي. طيب عينين الهايبوتونية أنا بشوف دايما أو بحس، معرفش أنا غلطان ولا لأ، إن الأوت كام بتاعهم بحسه، والله أعلم أنا ممكن أكون غلط، بحسه أوحش من الهايبرتوني، معرفش ليه. يعني بحس كده يعني يعني. الملاحظة دي صحيحة؟ أو oh. طيب، وهل ده يعني أنا مش بتكلم على السباينال ماسل اتروفي مثلا، يعني إحنا عارفين الأنواع بتاعته، في 3 أنواع، تايب 1 وتايب 2 وكوجلبرج تايب 3 اللي هو يعني رير شوية وغير معروف لبعض الناس، حتى في ناس ما تعرفش إن في تايب 3. oh, لا في في ناس ما تعرفش غير تو تايبس يعني، بس هو الفكره ده بيبقى ديليد برزنتيشن شويه اكتر. انا بشوف الهايبوتونيا دايما بشوفهم عيانين اوحش، اوكي، ما عدا لبعض السندرومز اللي ليها باترن او ناتشرال هيستوري بيروح ناحيه ان هو نيونيتال هايبوتونيا وبعد كده بيتحسن. تشخيصها اصعب، بحس برضه حتى كدكتور اطفال، انا طبعا مش يعني مش بشخص كل حاجه في الدنيا، بس بحس ان تشخيصها برضه
لا اصعب، اصعب بكتير. وده كمان ابلايد على العيان اللي بيجي لي في السباينال ماسل اتروفي. ولكن انا شايف ان بغض النظر عن الميديكال ثيرابي والابديتس، ان الفيزيوثيرابي، مش هتكلم عن الميديكال ثيرابي دلوقتي خالص، والستيجس والديبيت الكبير ده الرهيب ده، الارقام الرهيبه اللي الناس بتحطها علشان خاطر دواء الله اعلم بنتائجه ايه، ممكن يكون كويس لو استخدم ايرلي او كده. بتكلم عن فيزيوثيرابي في عيانين الاس ام اي بالذات، بما ان الايرا دي الكلام كان كتير عليه قوي. فهل انت شايفه على تايب 2، مش على تايب 3 طبعا ولا حاجه، تايب 1 تايب 1 سوري، تايب 1 او التايبس اللي انت اشتغلتيها عامه، الاوت كوم بيتحسن لحد فين؟ لا، هو يعني يمكن عشان انا اغلب اللي كنت بقابلهم لا كانوا بيبقوا تايب 2 زمان. مؤخرا قابلت كذا حد تايب 1، وفي المعهد كمان مايوباثي بقى دوشان مش عارف ايه، بس المايوباثي والدوشان مختلفين عن السباينال ماسل اتروفي. ممكن يوصلوا لايه؟ والله يعني لا، انا بيبقى عندي امل طول الوقت طالما الطفل قالوا لنا يعني كتير جدا لما بدأت أشتغل قالوا لي لا التحسن مش أحسن حاجة، مش هنوصل بيهم لحاجة، إحنا مش هنصلب راسنا، إحنا مش هنقعد. أنا بالنسبة لي بحس إن الحاجات دي قدرية جدا. أنا المهم طالما هو بدأ مثلا ميديكيشن أيا كان الميديكيشن اللي الطفل بدأه، بس يمكن عشان أنا بتعرض بقالي سنتين أهو الأطفال بتاخد ميديكيشن، فلا أي ميديكيشن الطفل بياخده لا بيساعد. الأهم ان انا اعمل ريهابيليتيشن كويس مناسب للطفل، اكون بديله كل الحاجات اللي هو محتاجها. فهو انا في مرحله ان هو لازم يصلب راسه ويقعد، انا هعمل اي حاجه عشان يصلب راسه ويقعد. كل التولز اللي تحت ايدي اقدر اساعد بيها عشان الطفل ده يصلب راسه ويقعد هعملها. هيقدر ان هو يقف، هيقدر ان هو يمشي. انا بالنسبه لي شايفه لو الطفل صلب راسه وقعد، ايه اللي هيمنعه ان هو يقف ويمشي؟ هل مثلا العضلة ويك قوي؟ خلاص هي مسألة وقت، خلاص احنا مع العضلة. هل هي مسألة مثلا هو بالاساس السباينال ماسل اتروفي هو الماسلز اللي فيها المشكلة؟ الحمد لله البرين ما فيهوش مشكلة. اذا انا محتاجة ان انا طول الوقت ابقى بركز على الماسكولوسكليتن، فانا الانترفنشن بتاعي انا هفضل اشتغل لغاية الطفل وصل للستيج دي، هبدأ أبني جولز، هبدأ أشتغل إن هو يوصل للستيج اللي بعدها. يمكن بقى حتة الانترست بتاعتي في الـ SMA كانت الفيدنج، لأن الأطفال دي كان متعارف إن إحنا مش هناكل من بقنا، ولو فقدنا وظيفة البلع إحنا مش هنعرف نرجع البلع تاني. فده كان بقى تحدي معايا أنا كهبة، يعني اللي هو طب خلاص إحنا أكلنا يا هبة السريبرا بولسي، احنا عايزين ناكل الاس ام اي. والحمد لله الحمد لله انا معايا كذا طفل اس ام اي، الحمد لله احنا بناكل اورال، ما احتاجناش ان احنا نعمل اي انترفنشن تاني حتى الان. ممكن بعد كده يكون في داعي لده، بس ميديكال يعني داعي ميديكال ان الطفل ما بيخشلوش الغذاء كويس، محتاجين وزنه يزيد شويه، حاجات من دي. لكن انا بتكلم على فانكشن ان هو يمضغ، ان هو يبلع، ان البالبر ماسل تتحسن، لان الاطفال دي بيكون البالبر ماسل متاثر فالسوالوينج هيكون متاثر. ففكره ان انا حتى ده شفته، حتى ان الطفل حتى لما بيبدا ياكل ويشغل العضلات، عضلات نفسه كمان بتتحسن، ومش بس في الاس ام اي، في السريبرا بولسي. يعني بشوف دايما ان انا الوظيفه الاوليه اللي الطفل المفروض كان يتعلمها من ساعه ما اتولد، ان هو يشغل بقه ويشغل عضلات بقه، لما بتبدا تتحسن في حاجات تانية بتتحسن. وحقيقي ما اعرفش، ما عنديش ايفيدنس بيزد على اللي انا بقوله ده، بس ده بالخبره، ده اللي انا شفته على مدار ال7 سنين اللي انا اشتغلت فيهم اورال وفيدنج ثيرابي. الطفل لما بيتحسن الفانكشن دي بالذات حاجات كتيره قوي بتتحسن، بلاقيه في الجروس موتور بيتحسن، في الكوجنيتيف بيتحسن، في البريزنج بيتحسن، ادوار النيمونيا او ادوار البرد بتبدا تظبط، عمليه الهضم كمان بتبدا تظبط.
بس انا شويه عارفه يعني، عندي حاجه علميه بتقول ليه الهضم بيبدا يظبط، لكن الحاجات التانية لا، ما عنديش حاجه علميه اقدر ان انا اقول لا ده في العلم بيقول كذا كذا يعني. حتى هو الان ما فيش الايفيدنس بيس بيبدا بobservation على فكره، يعني الايفيدنس بيبدا بobservation. ف يعني، عايزه اقول لك ان انا كان نفسي قوي البيبر اللي انا اشتغلت عليها اعرف انشرها، بس للاسف في الكليه يعني حته الدراسات العليا وكده لازم الرساله اللي يتوافق عليها لازم كرايتيريا معينه، فالبيبر دي ما كانتش موافقه للكرايتيريا، بس انا نفسي اقول للناس لا، الاس ام اي يقدر ان هو يبلع، يقدر ان هو ياكل، حتى لو فقدنا بشكل جزئي السوالوينج فانكشن او سوالوينج السوالوينج بشكل عام، لا احنا نقدر نرجعه. اه صحيح، بيبقى فيه بريكوشنز كتيره، انا نفسي كنت ببقى خايفه يعني، وانا ما بتكسفش خالص ان انا اقول ده، لا لان انا ما كانش عندي حد ارجع له يعني، انا كنت كتير اقعد اقرا الكونكشنز، ان انا لازم البوتشر يبقى عامل كذا، ان انا لازم الفانكشن اجيبها من اول التنج الاول ولا اللبس الاول ولا الماستيكيشن الاول، كنت بقعد بقى اذاكر كتير جدا لغايه ما ابقى عارفه ايه الطريقه الامنه للطفل عشان نشتغل على الفانكشن دي. فكان جزء بقى من اللي ساعدني في ده الاقوى، لان انا كان لازم احسن الهيد فانكشن او الهيد كنترول، واحسن المانديبل بتاعه والتي ام اللي هو الجو، فكانت من الحاجات الحلوه جدا اللي ساعدتني كانت الاقوى، ما كانش بس شغل الاورال موتور، ما كانش بس شغل البي تي التراديشنال بتاعنا، لا كانت الاقوى. عشان كده بقول لحضرتك انا الجول بتاعي ايه، انا الجول مع الطفل ايه، يعني مثلا الجراح داخل هيعمل عمليه الزايده، هيفتح بالطريقه الفلانيه الابعاد الفلانيه، يشيل الزايده يقفل خلاص كده شكرا، يدي مضاد حيوي وخلاص. لا انا في العلاج الطبيعي ما عنديش ده، ما عنديش حته ان هو 1+1 بتساوي 2، لا انا عندي حاجه هدف عايزه اوصل له، ممكن اثناء البرنامج ده اغير حاجات الاقي لا انا ممكن استخدم تول تاليه تساعد. هل ممكن اجاوب على السؤال ده؟ أي سؤال المكتوب؟ هل متاح؟ في آه طبعا. آه تفضلي. هل طفل ال SME type 1 متاح نعمل له functional neuro electrical muscle with physical therapy exercise؟ ده very specific question، يعني هيبقى انا ما اشتغلتوش وما اعرفش حد اشتغله وما فيش evidence based على ده، فانا ما اقدرش اقول ينفع ولا ما ينفعش. طيب الشيء بالشيء يذكر. أنا يعني هذكر الأنواع الـ SMA في البيدياتريكس، هما الثلاثة اللي نعرفهم، وفي واحد نيونيتال بيسموه تايب زيرو، ده السيفيرست فورم بالنسبة له، المورتاليتي ريت رهيب، علشان بس لو كان حصل لخبطة في كلامي وأنا بقول كده. وتايب 1 ده البرزنتيشن ايرلي، ده اللي هو فيردن هوفمان، ده المورتاليتي ريت بتاعته المفروض فيري هاي برضه، هو بيحاول بي اراوند 60% من الحالات. وفي تايب 2، وفي طبعا تايب 3 اللي هو الكوجلبرج، ده اللي هو بيبقى ديليد ووكينج وشكله احسن شويه. يعني دايما بشوف البرزنتيشن بتاع وصف تايب 3 ده اشبه بالدوشين في وصفه، طبعا هو مش زي الدوشين بس انا اقصد وصفه ديليد ووكينج وفريكوانت فول وحاجات زي كده. وتايب 4 ده مش بتاع الاطفال، ده الادلت تايب، فيري مايلد، فبيجي بعدين. مره جالي حاله، الناس برضو ما يعني ما بتاخدش بالها من الحاجات دي، وسبحان الله. يعني انا ولد، عشان اقول بس الفرق اللي بيقدر يعمله العلاج الطبيعي شكله ايه وبيوصل لحد فين. ولد عنده 7 أو 8 سنين، ابتدى يحصل له ان هو مش بيمشي كويس وبيقع كتير، وبيقع ما بيقدرش يقوم. مامته بتقول لي يقع في الحمام ويتعصب جدا ان هو مش قادر يقوم وينده يعملوه، وبيلف كتير جدا على دكاتره ويعملوا له فيتامين دي وكالسيوم وما شابه. طبعا العيان اول حاجه شفتها ومعمول له نيرف كوندكشن بيطلعوا يعني مشكله في النيرف، نيوروباسي مش مايوباسي، والعيان جاور بوزيتيف وشكله دوشين يعني واضح وضوح الشمس يعني. فمش دايما الانفستيجيشنز بتبقى زي الكلينيكال، على العكس تماما. شفت عيان دوشين مثلا في يو كي، اللي دايجنوزد فيزيوثيرابي كويس، الولد وصل لسن كبير وحالته العامه احسن بكتير نيوتريشنالي،
وكمصل. طبعا احنا عارفين في الاخر يعني البروجريشن بتاعه عاجلا ام اجلا هيحصل، بس الفكره في الكواليتي اوف لايف ده. واحد مش بيتحرك الحركه السليمه، او مش بتعمله الكير المظبوط، فشكله بقى عامل ازاي، ايرلي، والتاني شكله عامل ازاي، وديليد دياجنوز وديليد مانجمنت، بغض النظر طبعا ما بس بس هو كان شكله دوشين اكتر من بيكر. احنا كده هنيجي للسؤال الصعب. ايه الفرق بين الايتنج ديس اوردرز والفيدنج ديفيكولتيز؟ انا عارف السؤال ضحل بس مهم، وعارف ان في ناس ممكن تخلط ما بين الاثنين. الايتينج ديس اوردرز هي اضطراب في الاكل وفي عمليه الاكل نتيجه مشكله نفسيه، يعني مثلا البادي ايمج بتاعتي انا مش مبسوطه بيها، شايفه ان انا محتاجه انزل في الوزن ومش عارفه، فابدا ان انا كل ما اكل ارجع عشان متخيله كده ان انا مش هتخن. في اعتقد المصطلح كان اسمه اناركسيا، ده برضو أنوركسيا ايتينج نيرفوزا، أيوه ده ايتينج ديس اوردرز. لكن الفيدنج ديس اوردر هي عملية الطعام، زي مثلا السريبرا بولسي، هو مش عارف ياكل نتيجة مشكلة نيورو ديفلوبمنتال، مشكلة ماسكولر، مشكلة ريستريكشن في الرينج اوف موشن بتاع الجو، زي الاس ام اي، ان احنا عندنا سوالوينج بروبلمز نتيجة ان الكاربال ماسل فيها مشكلة. عندنا اطفال، ودي حاجة بقى شق مختلف خالص خالص عن اللي احنا بنتكلم فيه، الاطفال اللي هي البيكي ايتر والبروتين فيدر والانكشس ايتر، بيكون عندهم مشاكل مع عمليه الطعام، سواء بيشوفوا عندهم مشاكل في شوفان الاكل، ملمس الاكل، ريحه الاكل. فالفيدنج ديس اوردرز مختلفه كليا عن الايتنج. سوري ألو، الو ايوه العينين دول انا شايف ان هم الجزء بتاع الفيدنج ديفيكولتيز مهملين جدا. مين اكتر حد بيحول لك، وازاي انا كدكتور اطفال ابيك الحالات ديت واقول اه دي مثلا هيستفاد ان هو يروح لحد بيشتغل فيدنج، تمام؟ وهل دي شغلانه نيوتريشن اكتر في الاول، ولا جنرال بيديتريشن ممكن يريفير عليكي دايركت؟ لان الحالات دي ليها تايبس كتير، و الديفينيشنز نفسها احنا عندنا مشكلة فيها. يعني انا اعرف ان انتوا عندكم ديفينيشنز كده، يعني لو حضرتك تقدري تعملي لنا عليها هايلايتس ايه الحالات. انا بشوف حالات واحد اتنين تلاتة، لان كل الناس فاكرين ان فيدنج ديفيكولتس مثلا سيبرا بولسي، لا ولا لا، ده في عيال عندنا ممكن يكون ابنك او ابن جارك عنده فيدنج ديفيكولتس وديفيكولتي وانت ما تعرفش، تمام؟ ده حقيقي. ف ودايما دايما في السن اللي هو كبير شوية بيبقوا شايفين ان الولد بيتدلع او البنت سيبيها لما تجوع هتاكل، ده في الفيدنج ديس اوردرز المتعلقة بانتقائية الطعام، بروبلم فيدرز. وللأسف حتى الآن احنا ما عندناش مصطلح عربي يقول ايه هو الفيدنج ديس اوردرز، طيب يعني حتى دايما لو جوجل بالانجلش ممكن يعني تقولي لنا ايه الحاجات الكومن اللي مش المفروض واحد تبقى دكتور اطفال بيشوف الحالات تجيت مسد منه، لان الموضوع بروبلماتيك فعلا، وانا شايف الموضوع مهمل والناس اللي بتشتغلوا قليلين. فايه أه. الكومن كيس اللي حضرتك بتشوفيها، وامتى تحب تشوفيها؟ يعني لان الموضوع عارفه بيفكرني بايه، في ناس اوبسيسد شويه لكن في ناس او سي دي. طب ما في ناس تمام. ما بتاكلش كل حاجة بس كويسة. يعني وصلت لك الصورة أو السؤال اللي أنا عايز أقوله؟ أنا بشوف ناس انتقائية بس عادي، يعني واحد ما بيحبش الكوسة مثلا مش مهم. أنا فاهم موضوع التكتشر وكده، لكن أنا عايز أوضح لدكتور الأطفال ده ديزيز، ابعتهولي. خلينا نقول ان ده مش جديد، هو ده اضطراب، أوكي هو مش مرض، مش مرض، ولكن ممكن يكون عندي مرض عضوي او مشكلة عضوية خلت عندي feeding disorders. ممتاز. تمام. ايه الحاجات الكومن اللي كده والديفينيشنز بتاعتها بريفلي مثلا لدكتور الاطفال مش لدكتور العلاج الطبيعي؟ احنا هننحاز دلوقتي للاطفال.
لا انا مش فاهمه ايه الحاجات اللي كده، اللي هي ايه تقصد بيها ايه الكومن حضرتك؟ يعني الديفينيشنز، يعني مثلا انتوا هتقولي انا بشوف حالات مثلا بتسموها فود افيرجن، واحد تاني ايوه سيلكتيف، واحد تاني كذا، واحد كذا، فانتوا في الحيوان تايبس مقسمينها للحالات اللي زي كده، صح ولا انا غلطان؟ دي كلها مسميات، لكن في الاخر احنا الطفل ده عنده مشكله مع الاكل بتسوء. فمثلا بيجي لي كتير جدا في العياده ان الطفل بياكل، كان بياكل كميات مثلا توصل ل 10 اصناف 20 صنف، وبدات تتضاءل، فالولد عايش حقيقي على، او البنت عايشه على 3 اصناف بس، وزنه ما بيزيدش، عندنا امساك شديد. ساعات في بعض الاطفال بيكون بقى هيبدا عنده، يكون عنده attention defect، swinging mood بشع. ده في الاطفال اللي خلاص بقى يعني خلاص واضح، والام تفضل تدور مش عارفين، مش لاقيين سبب عضوي ظاهر يقول ليه الطفل ده ما بياكلش. حتى احنا اللي شغالين في الفيدنج ثيرابي بنعمل اسسمنت قوي جدا جدا عشان ابقى عارفه ايه، ليه الطفل ده ما بياكلش، ليه الطفل ده ما بياكلش فرايتي كتير. يعني انا في من الناس اللي جات عشان سبب واحد بس، ابنها كان في المدرسه اللانش بوكس من ساعه ما راح المدرسه هو فيه نفس الاصناف، فبدات المدرسه والاطفال تتنمر عليه. فهي جت عايزه تعرف دي مشكله ولا لا، وليها حل ولا لا. بالاسسمنت لا، لان ان الولد عنده مشاكل حسيه، هي مش ظاهره طبعا بس هي ظاهره لي. وفي مشاكل تانية، لكن المشكله الاساسيه اللي واضحه هي مشكله الاكل. عندنا ويكنس فظيع في المسلز، بناكل على جنب واحد الجنب التاني لا. فاحنا كده عندنا كده عرفت ان احنا الحاجات اللي محتاجه تشوي هو مش هيقرب لها. كان نمطي جدا جدا حتى في شكل الاكل اللي بياكله، البراند اللي كان بياكل منه هو نفس البراند، فلو هاكل زبادي انا هاكله من جهينة بس مش هاكله من المراعي فور اكزامبل. فدي من اكتر الحاجات اللي انا بقول الطفل ده بيكي ايتر. الحاجات التانية بقى الفود افيرجن دي بتبان شوية في السن الصغير، وممكن تتلحق، بس للأسف في ممارسات خاطئة بتسترس على الأهل، فبتحس إن هو لا هو لما هيكبر هياكل. فالفود أفيرجن ممكن يظهر من عمر 8 شهور، فساعتها بشوف الأم الحمل كان عامل إزاي، الولادة كانت عاملة إزاي، البريست فيدينج والباتل فيدينج. وأغلب الأطفال دي بتبقى معرفتش ترضع طبيعي، وأغلبهم بيكون مولود قبل 39 أسبوع. وفي يعني معلومة مهمة عليها أبحاث كتير، إن الأطفال اللي بتتولد من 39 أسبوع فيما تحت هيقابل مشاكل في عملية الطعام، من أول البريست فيدنج والبوتل فيدنج لغاية ما نوصل عند 6 شهور نبدأ نأكل الطفل. انا كنت فأنا بالنسبة اتفضل. بمناسبة الجستيشن ديت، يعني انا كان عندي عيان في وقت معين، في ناس الساكلينج بتاعها بيبقى فيري ايرلي كويس، يعني بري تيرم بيبيز مثلا، وفي وقت معين جربنا معاهم ساكلينج ايرلي، ودي من الحاجة اللي بوصي بيها دكاترة الاطفال، من فضلكم دربوا الولاد على الساكلينج بأي شكل، حتى لو انت مش بتدي له اورال فيدنج. ف شفت حالة كانت عندها، يعني هتكلم على البري تيرم الاول، يعني القصص دي قد تكون مفيده لبعض الناس. ما كانش عنده جود ساكلينج ات اول، وعند 34 35 بقى بيرضع كويس، تمام. فانا شايف ان الشخص ده البيبي ده اتصبر عليه كتير في الوقت ده، بس انا بتكلم سنه 2013 في مصر ما كانش في حد اصلا بيشتغل فيدنج ديفيكولتس، ولا حد عارف بيكو، يعني ما حدش عارف التيم ده، يعني لا هو كانوا محدش قليلين عارف دكتور محمود، بالظبط. يعني هو حتى الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه ده، انا الناس لما بنقول المصطلح ده او بنطلع نتكلم عن ده بيقولوا يعني انتوا بتقولوا ايه، وما بالظبط. اقصدش الحاجة. انا اقصد الناس اللي بيكونوا في الفيلد اللي بيقابلوا اطفال بشكوى متعلقة باضطراب الطعام. انت عارفة الولد ده انا عملت معاه ايه؟ ايه وبالسنس كده، باسيفاير مع ونون نيوتريتيف ساكلينج مع
نيزوجاستريك تيوب. طبعا انا في الوقت ده كنا جاهلين تمام بالموضوع، ولفت الايام وقابلت بنت كانت في اي سي يو برضه سنه 2013 قبل ما اسافر اول مره ليا. البنت كان عندها جات انومالي وبترضع ب نيزوجاستريك سوري بجاستروستوم تيوب، وعملوا اناستموزس، والمفروض ان هي هتبتدي تاخد اورال. البنت كانت عمرها ما دخل حاجه في بقها لحد سن سنه. اوكي؟ فكانت تمام. مرعوبه، انا مش فاكر الانومالي ايه بالظبط، كانت مرعوبه ان هي حد يقرب منها، لان كل ارتباطها ان اي حد هيقرب من الفم لا بيعمل ساكشن لا هيأذيها زي ما عملوا في العمليه مثلا او دخلوها الاناستيزيا. هي مش فاهمه حاجه، طفل صغير. طب والناس ساعات بتبقى يعني اجريسيف شويه، مش واخدين بالهم هم بيعملوا ايه. وده على فكره بيحصل برضو للبيبيهات اللي في الحضانه مع الاجريسيف ساكشن بنفس الطريقه. فلفت الايام وشفت حاله شبهها بعدها ب7 سنين. عارفه عملت ايه؟ قلت لهم مش هترضعوا اورال، دي تستخدم باسيفاير من دي 1 لحد ما نشوف لها حل. يعني انا ده اجتهاد قد اكون مخطئ فيه يعني علميا، انا مش بقول ده كده، بس انا ما كانش عندي حل تاني لان انا شفت الحاله وشفت المنظر ده بعدين. وبرضو الأطفال من كتر السكشن والحاجات اللي زي كده أعتقد بيحصل لهم مشاكل في الرضاعة وما شابه، بعدين بيبقى عندهم مشكلة إن هم يتقبلوا حاجة في الفم. معرفش ده، دي ملاحظة، أنت شفتي حالات زيها ولا لأ؟ اللي هم قعدوا في حضانات ورعايات فترات طويلة وتعمل لهم سكشن أورال كتير وبينفول تكنيك، هل دول برضو بيتعرضوا لحاجة زي كده ولا أنا غلطان؟ لأن النيرفس سيستم بتاع البرين بتاعنا والسنسوري سيستم بتاعهم بيكون اتعرض لممارسات هو فهمها ان دي خطر عليه، لأن هو لسه مش عارف ايه الخطر وايه اللي مش خطر، بس ده سنسيشن عالي، سنسيشن مش لطيف، سنسيشن مش حلو، فبيبدأ يكون عندي ترومس، فأي حاجة هتقرب للمنطقة دي هيدي الريسبونس ده. فالاطفال دي بعد كده بيبقوا حاجه اسمها اورال هايبر سنسيتيف او اورال ديفنسيفنس او اورال افويدنس. طيب في سؤال من دكتورة مريم، غالبا الأم بتيجي العيادة ابني مش بياكل وأندر ويت، وفعلا الطفل بيكون وفعلا الطفل بيكون أندر ويت، كيف ممكن أساعد الطفل ده؟ وهل فواتح الشهية والمالتي فيتامينز متاحة هنا ولا لا؟ أنا هسيب لك الإجابة هنا وأنا هعلق بعدين. طيب، هو السؤال ده يعني ما فيهوش معطيات كتيرة قوي، فأنا مش عارفة، ممكن نساعده إزاي، لأن أنا مش عارفة إيه السبب اللي مخليه مش بياكل، فأنا ما عنديش إجابة لده. لازم يتعمل له أسسمنت كويس ونشوف الجزء التاني بقى. لا، دي دكتور محمود اللي يقدر يرد عليها، أنا ما أعرفش، لأن أنا زي ما بقول لحضرتك، أنا ما أعرفش الطفل ده ما بياكلش، إيه السبب؟ هل في حاجة معينة؟ هل في بيرس تروما؟ هل مر بممارسات معينة من ساعة ما اتولد لغاية ما جه العيادة؟ هل في مر بتجربة أليمة في الأكل؟ يعني أنا ما أعرفش فعلا، هل في مشكلة حسية مستخبية؟ هل في مشكلة عضوية مستخبية؟ فأنا ما أقدرش أجاوب على السؤال ده. هو يعني النوعيه دي من العيانين انا لازم اخد منهم هيستوري، هل هو عنده حاجه اورجانيك مسببه له ان هو ما بياكلش، ولا ده طفل نيورولوجيكالي نورمال وما عندوش حاجه اندرلاين كرونيك إلنس فهو اندر ويت او بيلوز ويت، فاقول ده ممكن يكون عنده ايتينج او فيدينج ديفيكولتيز. فساعتها انا ستيب 1 ببدا بنيوتريشن، تمام؟ ما كنتش افكر في حياتي ان انا ريفيل فيزيوثيرابي لان هم عددهم قليل وكمان شغلهم مش مفهوم بالنسبه لنا لغايه فتره قريبه يعني، تمام؟ النيوتريشن هنا او الدايتيشن مهمته ان هو يحاول معاه قبل كده ان يعمل اناليسز لطريقه اكله، بمعنى هل هو مشكلته في التكتشر؟ هل الشخص ده مشكلته في التكتشر معين ولا بالضبط. مشكلته في مال نوع الاكل؟ طب هل هو بيافويد كل انواع الاكل ولا في انواع معينه انا ممكن اعمل لها سبستيتيوشن بحاجه تانية، يعني ابدل ما بينهم والموضوع بسيط واحسب شويه كالوريز، ولا ده مشكلته في المضغ والماستيكيشن؟ هتتفاجئي ان في ناس كتير جدا طلعت مشكلتهم ماستيكيشن.
تمام. والكلام ده احنا ما فهمناهوش غير قريب، يعني الكلام ده ما تفهمش غير قريب، يعني صلحيني يا دكتوره هبه لو انا غلطان. تمام، لا لا بس دايما الموضوع ابتدى يتحسن لما بقى في تخصص في الاطفال اسمه تغذيه اطفال، دكتور اطفال راح اتعلم تغذيه، فبقى يشوف العيال دي يحسب لها الكالوريز ويشوف. وكلمه اندر ويت دي بالنسبه لي انا هقول لكم كلمه عايمه، بمعنى انا لما بيجي لي حد فوق السنه كان كويس السنه الاولى والجروس كيرف بتاعه كويس، جالي السنه الثانيه ما بياكلش كتير، ما دي فيسيولوجيكال انوركسيا بس بشرط ماشي على نفس الجروس كيرف بتاعه. تمام، بقول لهم استنوا وما تعملوش حاجه وقللوا منتجات الالبان، لان اللبن الناس اوبسيسد ان هم يدوا لبن 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 ما اعرفش ليه، خلاص اكلوهم اكل عادي وسيبوهم ياكلوا براحتهم، بشوف البرسوناليتي بتاعته هل ده هايبر اكتيف عنده مشكله سايكولوجيكال مثلا او سايكاتريك او حتى هايبر اكتيف مش شرط ديزيز، فده ما ينفعش معاه الباترن بتاع الفيدنج العادي. وده طبعا على مستوى الجنرال بيديتريشن، انا جنرال بيديتريشن غلبان يا جماعه، بس هو ده الاناليسز اللي انا بعمله في عيادتي. تمام، حسيت ان العيان ده فيه حاجه بحوله لنيوتريشن، وبعدين النيوتريشن بيشوف هل دي مشكله فعلا كده ولا لا، يعني انا الدور بتاعي ان انا اقول ده اورجانيك ولا لا، وحاجه اقدر ادي او نورمال حتى، ولا دي حاجه ممكن دكتور النيوتريشن يعملها. وغالبا دكتور النيوتريشن هنا هيبقى حلقه الوصل بيني وبين دكتوره هبه. في سؤال تاني من دكتورة يمنى، يعني ممكن تكملي عليا تعلقي لو في حاجة عايزة تضيفيها دكتورة هبة على ديت قبل ما ننتقل لسؤال دكتورة يمنى. دكتورة يمنى قايلة سؤال مهم جدا، ما هو ده غالبا يعني دكتورة طبعا هبة هتكومنت احسن مني. كان جالي عيانة بيكي ايتر وشكوى مامتها انها بتحوش الاكل في بقها وتقعد فتره على ما تبلع وتخلص الاكل بعد نص ساعه، اذروايز نورمال موتور. دي غالبا دي الكانديديت بتاع الدكتوره هبه، صح ولا لا؟ ده هي مشخصه نفسها، يعني مامتها دي جت شخصتها لك. لا هو انا عجبني ان دكتوره يمنى كاتبه ذا باترن اوف ايتينج، بالظبط، يعني الحقيقه لما بتكون الأم واعية وصاحية بتسهل عليكي كتير قوي، يعني هي الأم دي شكوتها، دي أم يعني very good observer. وانا بحب الامهات اللي كده. طبعا هي يعني سهلت لك الموضوع، دي هتشتغلي عليها على الماستيكيشن صح ولا أنا غلطان؟ لا هقول لحضرتك حاجه، هي بتقول ان في نورمال موتور، نورمال ديليفري، كل حاجه، بريست فيدنج، بس في حاجات لو انا الطفل ده هيجي لي العياده، لا انا في حاجات كتيره هسأل، هو دخل الاكل امتى، البيئه اللي حواليه، مين اللي كان بياكله، نوعيات الاكل اللي اكلها، لان هي بتقول بيحوش الاكل في بقه نص ساعه لساعه. تمام، انا ما اعرفش هو بيعمل ماستيكيشن ولا بياكل الاكل ازاي، عشان كده انا كنت مبسوطه بجمله ذا باترن اوف ايتينج، ما انا لازم يشوف هو بيئيت ازاي، هو بيستخدم العضلات انهي، التانج بتاعه بيستخدمه ازاي، لان في اطفال كتير بيكونوا هايبو سنسيتيف، عندهم هايبو سنسيتيفيتي، فالمسل مش حاسه بالدور المفروض وتستدعي القوه اللي المفروض تشتغل بيها عشان اقدر اخلص حته كميه الاكل اللي دخلته دي في 5 دقايق مش في نص ساعة. فآه ممكن يكون نورمال موتور، لكن الفانكشن زي ما أنا قلت لحضرتك، أنا ممكن أشوف في العلاج الطبيعي الطفل بيمشي، بس بيمشي إزاي؟ هو بيمشي، طب ما هي المصل شغالة إيه؟ بيمشي، بس إزاي؟ بيمشي إزاي؟ تصوري إن الطفل ده عنده imbalance أو incoordination between the two jaw وهايبوسنسيتيف، ده بشكل مبدئي من الحاجات اللي الدكتوره قالتها، لكن محتاجه ان تفاصيل اكتر اشوفه وهو بياكل، يعني انا جزء من الاسسمنت بتاعي ان انا بصور الطفل، بخلي الاهل يصوروه فيديوز هو بياكل ازاي، بيبص على الاكل ولا لا، طريقه ادخاله للاكل ازاي، هو بياكل نفسه ولا الام هي اللي بتاكله، بيحب ياكل قدام التلفزيون ولا لا، هل في اي ديستراكشن، هل الطفل لازم يبقى عينه رايحة لحاجة تانية؟ لأن ناس كتير بتبقى فاكرة إن عملية الأكل إن أنا أحط الأكل في بق الطفل فخلاص كده بياكل. إحنا عملية الأكل بتبدأ من العين. وباي ذا واي أنا بيكي إيتر أصلا. يعني أنا شخص عندي اضطرابات طعام. فأنا عارفة العيال بتشوف الأكل
بنسبة كبيرة ازاي؟ يعني لما بيقول لي لا دي شكلها وحش، انا بفضل اشوف هو شايفها ازاي عشان اقدر اخليه يشوفها بطريقة مريحة بالنسبة له. الانفورميشنز اللي الطفل بياخدها من الاكل ويوصلها للمخ ساعات بتترجم بشكل مختلف خالص. فتيجي الام تقول لي والله انا بعمل اكل حلو، هو ما بياكلش ليه؟ فاقول لها هو حلو بالنسبه لك انت، تجربتك مع الاكل ده حلوه عشان انت، لكن هو بالنسبه له لا، تجربته مختلفه، احساسه مختلف، عضلاته اللي بتشتغل شغاله مش بنفس الطريقه. وباي ذا واي كمان اغلب الاطفال البيكي ايتر بنسبه مش قليله بيكون احد الابوين هو عنده مشاكل مع الاكل، ولكن مش ظاهرة قوي، بس في الجيل التاني بتظهر بقى بقوة، بقى بيبقى في مشكلة قوية. ممكن مش بس ان احنا ناكل الاكل في نص ساعة ولا ساعة، لا ده احنا ممكن نقعد طول اليوم ما ناكلش الا لو الام ضغطت. فعشان كده بيبقى فارق معايا اشوف ايه الممارسات اللي الام عملتها مع الطفل، طالما هو ماشي الحمد لله الشرط بتاعه كويس، ايه اللي حصل؟ فبنلاقي ان الام عشان اللي حواليها شايفين ان الطفل ده لازم يبقى وزنه كذا، ياكل كذا، يخلص حاجته في كذا، فبتبقى طول الوقت هي مفيش حاجه شغلها في حياتها غير انه ياكل، يخلص الطبق بتاعه، حتى لو عملت هددته اغرته بكل المغريات اللي ممكن تعملها له عشان ياكل بس. فالطفل بيحس ان حياته بتدور حوالين الطبق ده، مش مهم بقى هو شاطر، مش مهم هو مبسوط، مش مهم هو مش عارف يوصف المشكلة بتاعته، مش مهم أي حاجة، المهم إن الطفل يخلص الطبق بتاعه ده. وده أغلب الأمهات، وأنا بكون رحيمة بيهم الحقيقة، أنا مش بلومهم أبدا أبدا أبدا، لأن أنا عارفة الضغط المجتمعي وضغط الأهل على أم ابنها عنده مشاكل مع الأكل عامل إزاي. بس لازم أعرف الممارسات اللي تم، لازم أعرف الإدخال تم إزاي، لازم أعرف الهيستوري بتاع الأكل بتاع الأب والأم في البيكي إيتر أو البروبلم فيدر. يعني أنا جالي ولد العيادة، هو يعني هو لما سمعني بتكلم في فيديو من الفيديوز هو اللي قال لمامته انا عايزه اروح عندها، هي قالت حاجات انا بحس بيها، كنت بحكي قصتي مع الاكل يعني. فساعات كتير جدا الاطفال ما بتبقاش عارفه توصف هي ليه ما بتاكلش، وبيكون في مشكله حقيقيه. لو احنا عرفنا نتعامل معاها خلاص مش هيبقى بيكي ايتر اصلا، انا هبني علاقه جيده مع الاكل، هو هيبدأ يجرب أنواع جديدة. أنا الحقيقة اللي تشالنج اللي بيقابلني في السن الصغير، السن الصغير ده يا حرام بيبقى هو عنده خالة هلع مني ومن أمه عشان هي اللي بتأكله، ومن الأكل ومن أي حد يجيب أكل، فأنا ببقى يعني مش عارف، أنا ببقى طول السيشن بقعد أعتذر له، طول الإيفاليويشن بقعد أعتذر، أنا آسفة حقك عليا، أنا ما ببقاش عارفة يعني أقول له إن أنا حاسة بيك إزاي غير كده. ان هو انا فعلا ببقى حاسه بالالم بتاعه، ان هو هبدا اعرفه خليه يشوف حتى مثلا موزه، لان الفود افيرجن ما بيجيش بس من التكتايل او من التكتشر، ده ممكن يكون فيجوال كمان. بس انا اسفه ان انا استرسلت قوي في الكلام، بس انا حته لا بالعكس، الترابط الطعام الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، يعني دي بالعكس. فلا بيبقى محتاج ايفاليويشن كويس قوي 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 عشان ابقى عارفه المشكله اللي مستخبيه اللي عامله لي كل ده ايه. طيب في سؤال بيقول، حد بعتهولي، هل في أجهزة معينة أو تولز معينة عشان تحسن الماستيكيشن ده؟ وإمتى أحسن وقت تقدري تتدخلي فيه علشان ما يحصلش swallowing difficulty بعدين من الناس اللي عندها مشاكل زي كده؟ في الشوي تيوب ليها يعني درجات قوة كتيرة قوي، وانا اقدر اشتغل على الجزء ده من عمر يوم. يعني في رأي في مدرسة بتقول ان انا اشتغل على عمر يوم عشان اجهز المنطقة دي لعملية الاكل تمام. وعملية المضغ، وان انا اكسبوجر للسنسوري انبوت اللي المفروض هتشتغل بعد كده، خاصة لو طفل مر بحاجات معينة، مشاكل معينة، ولادة صعبة، دخل حضانة، هو بيماتيور. سوري، انت قلتي من عمر يوم تقصدي التريننج؟
اوكي من عمر تمام. طيب البلاتوفارينجال انكوردينيشن، انا شفت العينين دول، فانا بسأل السؤال سبيسيفيكلي عليه، هل العينين دول في المستقبل بيبقى عندهم ايتينج ديس اوردرز، فيدنج ديفيكولتيز برضه، ولا بيتحسنوا تماما؟ معلش انا ما سمعتش، العيانين اللي هم مين؟ بلاتوفارينجال انكوردينيشن، شفت كذا عيان بالشكل ده بيجي لي ايرلي بريكرنت اسبيريشن نيورولوجيكالي نورمال، وعلى فكره انا يعني شخصت حالتين ثلاثه في مصر مثلا، وبعدين اللي مكتوب في الكتب في نيلسون وما شابه ان هم بيتحسنوا بعدين لوحدهم، بس انا ما شفتش الاوت كام بتاعهم في المستقبل، هل مر عليكي حالات زي دي ولا لا؟ ولا فيهم بيحتاج فيدنج ثيرابي واورال طيب هل العينين دول في الفيز بتاع الانكوردينيشن ده ممكن يتحسنوا؟ لان عارفه احنا عملنا ايه وقتها، انا بكلمك برضه على وقت بعيد قوي، انا قديم برضه، لا يا دكتور مصطفى. فكان عارفه مشيناه على ان جي تي تيوب، وبابا كان راجل ذكي جدا، ففضل يجرب ولاحظ ان هو بيشرق في حاجات وحاجات لا، ففضل يجرب ويمرنه لحد ما الولد ده شل الان جي تي تيوب. بابا كان راجل يعني تعليمه اقل من المتوسط، بس كان راجل يعني كما يقول الكتاب، عارفه اللي هو كيرين جدا ومحترم جدا ويساعد كل الناس، اللي هو اهله وغير اهله، الراجل ده مثال للاحترام اللي اختفى من الدنيا يعني، فاكره لغايه دلوقتي رغم ان انا ما يعني حتى لو شفته في الشارع مش هفتكره، بس من كتر ما هو كده الراجل ده فضل يترين ابنه تمام، يجرب ويلاحظ ان هو بيشرق مع الميه بس، فاتحسن على السوليد، وعلى سن سنه ونص شلنا التيوب. فهل العينين دول لو شفتيهم في فيز ايرلي وانا شكيت ان هو باليتو فارنجال انكوردينيشن، انت تقدري تسرعي الوتيره؟ ايوه، ومش ده بس، اي يعني هقول لحضرتك، ما انا اشتغلت مع سندروم اسمها فريمان شيلدن سندروم، تمام؟ المتلازمه دي هي طبعا اسمها ايه؟ جدا انا اسف عشان راحت، اسمها ايه؟ فريمان شيلدن سندروم. تمام اكتبها لنا بقى، لان انا الاسم راح مني، ممكن تكتبها لنا؟ سوري. طيب حاضر، هبعتها على الشات. اوكي المتلازمة دي بيتميزوا فيها إن شكل الفك والرينج اوف موشن بتاع التي ام جي دي مختلف، تمام؟ تمام فكان عندي تحدي من نوع مختلف، إن أنا دلوقتي أنا عايزة ياكل أورالي، وعندي حاجات أنا مش هعرف أغير، أنا كده محتاجة أخلي العضلة تشتغل بشكل مختلف. الرينج اوف موشن اللي عندي انا لازم اشتغل عليه، ما عنديش هاي اكسبكتيشن ان انا هعرف ازوده، لان شكل الفك مختلف كستراكتشر كبون، تمام؟ فكنت مكلمه الام ان انا هشتغل، بس ممكن في مرحله من المراحل هنحتاج حد يعمل لنا بانوراما، يعمل اشعه، اي حاجه، ونروح لجراحه فكين ونشوف هل في حاجه هتبقى ريستراكتد لينا في الشغل ولا لا. الحقيقة احنا اشتغلنا، الولد دلوقتي بيستخدم السترو الشاليمو، بنعمل ماستيكيشن، بناكل سوليد، بناكل كراكر، بناكل كل حاجة. ممتاز جدا. فبالتالي كل ما الطفل انا عرفت الابيليتيز بتاعته ايه، يعني خلاص انا ما عنديش حاجة نيورو ديفلوبمنتال، انا عندي حاجة بون ماسكولر، فانا هشوف المدى اللي انا اقدر اشتغل عليه واخلي العضلات اللي موجوده تشتغل معايا. طالما العضلات انا هعرف اشغلها، طب ما تشتغل حتى لو بنسبه 80%، حتى لو بنسبه 70%. لو احنا كان وصلنا لمرحله ان طب ما نروح ناخد دكتور، راي الدكتور، لو احنا عملنا عمليه وظبطنا الفك ووسعنا الفك ده هيفيد، كان ما كنا هنجوه في ده. فاي طفل حسينا ان احنا ممكن يكون عنده مشاكل في عمليه الاكل وعمل له اسسمنت وايفالويشن ولقينا ان احنا فعلا عندنا بدايات مشكله، نبدا معاه فور. يعني انا كتير بتمنى ان انا اعمل فايل او فولدر او كتاب، اي حاجه، نوت بوك على كيس ستاديز بس في الفيدنج ثيرابي، انا عملت معاها ايه وكنا فين ووصلنا لفين، عشان بعد كده لما حد يقول لا ده مش هياكل، لا ده احنا عندنا مشكلة كذا، ابقى برد وانا عندي حاجة انا اشتغلتها. لان للاسف الحاجات الرير سندرومز او المجال ده بالذات ما فيهوش بيبرز كتير، ما فيهوش مجال للبحث العلمي كتير،
لان هو ما ملوش ماسكه كده، ملوش دي تامبل، حقيقة، ملوش. دي حقيقة فعلا. فان انا اقول لا والله انا عندي اكزامبل او عندي ريفرنس انا هشتغل عليه في حالات كتير جدا، لا ما عنديش. فانا بسمي كده وبستحضر النية وبشوف التولز اللي عندي والحاجات اللي انا اشتغلتها وابدا واحده واحده، وبعلم الام تكنيكس ازاي تدخله الاكل عشان ما يربطش الاكل بيا انا بس. يعني في اطفال كتير بتربط الاكل بيا، لان هو شايف انه يا حبيبي انا الشخص الوحيد اللي عارفه ادخله الاكل بشكل امن، البوزيشن بتاعي انا بالنسبه له امن. فبعلم الام اقول لها انا عايزاكي تبقي هبه في البيت، هبه عند جده، هبه في الشارع، هبه في الفرح، تاكليه بنفس الطريقه اللي احنا لقيناها انسب ليه. والحمد لله يعني الحمد لله حتى الان الدنيا ظابطه يعني الحمد لله. أنا عندي كذا سؤال، تمام؟ يعني حد من الاكسبرت ليفل كونسلتنت برحب بيها، يعني دكتورة نيفين بعت لك كمية أسئلة ممتازة. طبعا هي كونسلتنت وبتشتغل بريست فيدنج وبتشتغل جاسترونترولوجي واستشاري كبير، يعني حد من الناس الممتازين ومهتم بالمحاضرة، وبعت لي كمية أسئلة رائعة بصراحة، فلازم أديها الحاجات ديت. هي كانت بتوصيك اولا وصيه ان الفود، اعتقد الفود افيرجن تقصد ان الاكسبوجر لفيجوال ستيمولانت، الذبح والحاجات اللي زي كده، هل بيأثر على اكل الاطفال؟ انا فهمت تقصد كده، تمام؟ طبعا فبتوصيهم ان هو بلاش نعرض الاطفال لحاجه زي كده، فدكاتره الاطفال يقولوا كده. لا انا وكانت فعليا نعم انا ما كنت وفي وقت طويل ما باكلش اللحمه عشان كنت بشوفها بتتذبح وبشم ريحتها بعد الذبح. اوكي وحتى هنا هذا لو انا شفت اللحمه وشميت ريحتها انا ما باكلهاش. فكان الحل عشان اكل لحمه ان انا ما اشوفها، يعني وقفت حته الذبح دي، وقفت ان انا اشم اللحمه من عند الجزار، وقفت ان انا اروح للجزار. ممتاز. طيب يبقى نوصيكم خيرا ان انتوا تبعدوا عن الحتة دي، توصوا الامهات والاهل بكده. طيب السؤال التاني، هل في حاجة معينة للانكوردينيشن بتاع السوالونج الاهل يقدروا يعملوها في البيت؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمة. الاطفال اللي عندهم انكوردينيشن، هل في تريننج معين الاهل يقدروا يعملوه في البيت يسهل شوية او يحسن الامور؟ حسب الباترن اللي هو بياكل بيه والكوردينيشن اللي مش مظبوط ده ايه السبب فيه؟ يعني هل دي حاجة السبب هترجع للأسسمنت بتاعك، وبعد كده انت تشوفي، وفي حاجات ممكن تنصحي ان هي تتعمل في البيت مع الفيزيوثيرابي بتاعك، صح كده؟ انا عايزه اقول لحضرتك انا دايما بقول لهم انا عليا 50% والبيت عليه 50%، وبعمل هوم بروجرام بيحصل بشكل يومي، فهو تمام. ده اللي يعني بيحصل. الأهل ليهم دور زي الفيزيوثيرابي بتاع الجروس موتور كده، دي حاجة ممتازة. يعني هما الموضوع بيبقى ما بينكم انتوا الاتنين. اه طبعا. ولو انا طول الوقت بقول للامهات لو انت مش بتساعديني في البيت وبتنفذي اللي احنا متفقين عليه ما تتوقعيش ان انا هجيب نتيجه، لان انا مش بسحب، انا ببني باترن، ببني ماب جديده، ببني ريليشن جديده مع الاكل، ببني حركات جديده المفروض العضله تشتغلها، ببني ريزم. حضرتك عارف السامفوني؟ بالظبط، ايوه سامفوني للطفل، احنا بنعمل رقصه بين الام والاب، الاهل يعني، والطفل في الاكل، هي رقصه. فلو هما مش عارفين يتحركوا مع بعض الرقصه هتبوظ. ممتاز جدا. انا الحقيقه استمتعت جدا بجد، ويعني الموضوع فتح مواضيع جديده بالنسبه لي، وانا كان نفسي ان انا يعني اقابل حد بيشتغل فيلينج ديفيكولتس عشان خاطر ننور الناس من الناحيه دي. واحنا ممكن نستقبل اسئله، لو حد عنده اسئله تاني يكتبها لنا، وان شاء الله المحاضره دي طبعا هتكون افيلابل اونلاين على ايجيبشن يونيون اوف بيدياتريكس، انا هديها لحد يرفعها عليه، دي مش صفحتي الخاصه يعني، علشان لو حد حب يشوفها في المستقبل. وهنسيب اللينك على البروفايلز بتاعتنا لو حد عايز يعمل لها متابعه ان شاء الله تعالى، وان شاء الله تبقى بدايه لتعاون في حاجات مور سبيسيفيك. يعني ممكن نختار توبكس معينه
واعتقد ان انت ممكن تفيدينا جدا لو عملنا حاجه توك ما بين النيوتريشن والفيزيوثيرابي، وانا كجنرال بيديتريشن ادير الموضوع. طبعا انا مش هبقى زيكم، لكن في الاخر اقدر ادير البالانس، لان انتم محتاجين واحد عنده الافكار السطحيه دي من ناحيه الموضوع عشان يسالكم اسئله تساعدوني بيها. انا متشكر جدا ليكي والله، واستمتعت بجد، ولو حد ليه اي سؤال احنا معاكم، او لو حابه انت تضيفي حاجه طبعا اتفضلي. طبعا ان انا دايما بؤمن ان الطفل ده مسؤولية تيم، فانا بشتغل على حاجة مثلا اضطراب الطعام، بس انا لازم يكون في تيم معاه. زي مثلا لما بشتغل مع طفل شلل دماغي او طفل SMA او طفل عنده متلازمة، التيم فيه كتير، فانا لما بلاقي حد عنده استعداد ان هو يكون في التيم بتاع الطفل ده، انا ببقى سعيدة جدا. انا كمان ببقى محتاجة رأيهم. ما فيش يعني ما فيش حاجة هتمشي بحد واحد، يعني ما فيش حد على رأس الهرم. هو التيم كله لو هدفه ان الطفل ده يتحسن، يوصل لتحديات اقل، انا ببقى شاكرة جدا. عشان كده انا كنت مبسوطة قوي قوي لما حضرتك كلمتني، لان دي حاجة انا ببقى نفسي فيها من سنين كتير. يعني في حاجات انا بقف عندها ما بعرفش اروح اسال مين، يعني زي حساسيات الطعام، انا فضلت وقت مش عارفه اروح لمين، لان جزء من feeding difficulties الاطفال اللي عندهم food allergy بتعمل اضطرابات طعام. الاطفال اللي مروا مثلا بحبايبي ادوار دايريه شديده، ادوار نيمونيا، اتحجزوا في المستشفى لوقت طويل، انا ببقى محتاجة دكتور الاطفال بتاعهم يبقى طول الوقت بنطمن على الجنرال هيلث، تخصص المخ والاعصاب، تخصص الجي اي تي، تخصص الاطفال، تخصص العظام، انا كل التخصصات ببقى انا محتاجاه، حتى لو انا اللي هشتغل بايدي، بس زي كده زي ما بقول يبقى في ظهري، عشان لما يبقى في سؤال انا مش عارفه اساله ومش تخصصي ابقى بروح اساله. فمهم فكره التيم دي، يعني انا فضلت وقت ما حدش عارف انا بعمل ايه، وبرضه انا مش عارفه اروح اقول لمين انا بعمل ايه. فانا سعيده ان حضرتك اتحت لي الفرصه دي جدا جدا جدا. شكرا دكتور، ميرسي. ولو اي اسئله ممكن نعمل بيها لاكتش الدنيا، أو لو أنا أعرف أجاوب عليها دلوقتي هكون مبسوطة يعني. هو الفيدباك من الناس ممتاز، يعني الفيدباك ممتاز من الناس الحمد لله. وفي حد بيسأل على 4 سنين، يا ريت عناوين الناس اللي بتشتغل فيدنج ديفيكولتس ممكن تحول لهم اسامي. هو بصراحة انا ما اعرفش حاجة غير الدكتورة هبة، على فكرة ما اعرفش حد غير الدكتورة هبة عشان تبقى عارفة. مفيش يعني، هي دكتورة هبة هتلاقيها عيادة زاد، أو صح؟ زاد في، وممكن تبعت لها لو انت في محافظة تاني، لو تعرف حد تعمل لك. هم الناس قليلة جدا اللي بتشتغل الحاجات ديت. محتاجين محاضرة تانية لعلامات كطبيب أطفال نعرفها ونركز عليها في صعوبات الفيدينج، وأنا محتاج حاجة زي كده منك يا دكتورة هبة لو تقدري نبدأ نحولها. تمام، تبقى هنحتاج لها preparation معين، لأن هي محتاجة بالظبط، هيبقى تمشي. ستراكشر تيتشنج يعني، عشان الناس دي تعتبر زي برايمنج كده في الأول المحاضرة دي، لكن ممكن بعد كده لو تبدأي تعمل لنا حاجة زي كده هتبقى حاجة عظيمة بصراحة. دكتور شهرزاد، تقريبا انا patient 4 years old, failure to thrive, low weight, high, low weight and high. معرفش تقصد ايه high. Picky eater, delayed in eating and they say I'm unsatisfied. It looks like ان هو بياكل بسرعة ويخلص بسرعة، طيب وبتاكل لوحدها, normal behavior. ده ممكن يبقى اكيد هو يقصد دوت عنده eating disorder ولا لا, feeding difficulties ولا لا. انا اسف، طيب أنا محتاجة أجاوب على ده. إحنا ما نقدرش نقول الطفل بيكي إيتر، ومش الريفرنس بتاعي إن وزنه رفيع أو لأ. أنا الريفرنس بتاعي لو الطفل ودي بقى أنا اعتمدتها عندي في الشغل، لو بياكل 10 أصناف فيما تحت، لو كل اللي بياكله في حياته 10 أصناف فيما تحت، وفي مجموعات كاملة ما بيقرب لهاش، زي مثلا الخضار،
الفاكهه اه كده دي علامه خطر، كده لازم اعمل اسسمنت اتاكد ان احنا عندنا فيتنج ديس اوردرز. لكن ان حد يجي يقول لي لا ده بياكل البطيخ وبياكل كذا وبياكل بس ما بياكلش التفاح وما بياكلش ما بياكلش، طالما بناكل من كل المجموعات من 15 فيما فوق، فانا ممكن يكون عندي نسبه ان انا ممكن ابقى بيكي ايتر، اديفولوب مشاكل مع الاكل. فساعتها بنشوف لو ده حقيقي بندي بعض التعليمات للاهل، ما بيحتاجش سيشنز. لكن لو انا الطفل بدا يتاثر بعدد الاصناف اللي بياكلها، بدا مناعته تقل، بدا موده يتغير، صحته تبقى وحشه، سوري الحمام بتاعه بدا يتاثر، عمليه الهضم بدات حاجات كتيره بقى، الدراسه ما بقاش يركز و و و لا ساعتها يبقى احنا عندنا مشكله قدام، مشكله حقيقيه محتاجين بقى نشوف لها حل. لكن في حاجه اسمها تفضيلات، ان الطفل بيفضل هو بياكل بسرعه وبيخلص بسرعه، ما يمكن عشان هم بيزنوا علينا حبيبي كل، فالباترن بتاع الاكل ما بيهضمش كويس، فجسمه ما بيستفادش بالاكل بشكل كويس فما بيزيدش. طيب حد بيسأل حضرتك بتشتغلي مع حالات التوحد وريت؟ هو بيسألني أنا؟ اه آه بشتغل. آه اوكي لا أنا التوحد أصلا هما من أكتر الناس اللي عندهم بيكي إي، عندهم مشكلة البيكي إيتينج، وللأسف ناس كتير أول ما أقول لهم ده كده إحنا بيكي إيتر بيقول لك يبقى إحنا توحد. فلا التوحد بيكون معاه مشاكل حسية، والمشاكل الحسية دي هي اللي بتسبب لي مشكلة البيكي إيتر، ولكن مش بالضرورة طفل بيكي إيتر يكون توحد، بس ممكن يكون عنده مشاكل حسية. طيب لو حد وزنه كويس ومش بيمضغ نهائي، تمام، التمارين دي برضو يعني بتحس ان هو مش بيمضغ، هل ده برضو يقع في الكاتيجوريز بتاعت الفيدنج ديفيكولتس؟ الباترن بتاعه كده فيه مشكلة. تمام تمام؟ فطالما مش عامل لي مشكلة بنعلمه حاجات بسيطة بس عشان ما يحصلوش عسر هضم. لكن أنا الفيصل عندي إن هو يبقى تحت كاتيجوري الفيدنج ديس أوردرز لو عملية الطعام بدأت تسبب مشكلة فظيعة للطفل وحياته. ممتاز جدا. يعني أنا ما بيجي زيادة حد إلا لو خلاص هم ضربوا كل خبطوا على كل الأبواب عملوا كل حاجة، بس إحنا عندنا مشكلة قوية مع الأكل. أنا ابني ما بياكلش، أنا ابني بياكل 3 أصناف، أنا المدرسة بدأوا يتنمروا عليه. ده لو إحنا حصرنا الفيدنج ديس أوردرز، أنا بتكلم عن البيكي إيتر، الفود أفويدنس، بروبلم فيدر، أنكشس إيتر. ده لكن الحاجات التانية اللي إحنا بنشتغلها أورال وفيدنج ثيرابي زي المتلازمات، زي التشخيصات الواضحة، التوحد، زي السيريبرال بولسي، زي الإس إم إيه، زي ايه تاني، زي التاون سيندروم، كل ده تحت طائله الفيدنج ديس اوردرز والاورال موتور. هو بيبقى المشكله واضحه كده كده، يعني المشكله واضحه، العضلات واضحه، طريقه الاكل واضحه، عندنا شوكينج، عندنا جاجنج، عندنا ديسفاجيا واضحه. لكن الحاجات اللي ما بتبقاش واضحه قوي وتشخيصاتها مايعه شويه هي الحاجات اللي الطفل بيبان طبيعي جدا بس احنا في مشكله مع الاكل. وللاسف المجتمع بيفضل يوصف، اصل هو بيتدلع، بس انتي مدلعاه، انتي اللي غلطانه، ما انتي مش بتضغطي عليه في الاكل. أنا بشكرك جدا دكتورة هبة، والله الموضوع كان يعني ممتاز جدا، وإن شاء الله تعمل لنا محاضرة بقى structural teaching عن الـ eating disorders للـ beginners كده، الناس تفهم تحول مين إمتى. الناس كذا حد بعت يعني حاجات، دكتورة رندا بعتلك يعني كلام لطيف جدا أكيد أنت قريتيه، وهنختم بدكتورة مرام، ده هيكون آخر سؤال إن شاء الله ونختم عشان الريكورد ما يبقاش طويل برضو على الناس. دكتور، أنا بنتي 7 شهور ودخلت ليها أكل وهي 4 شهور ونص عشان ما كانتش بتزيد كويس في الوزن وبترفض الأكل، مش بتفتح بقها حتى وهي قاعدة معانا وإحنا بناكل. إيه طيب رأيك؟ هقول لحضرتك حاجه، انا وما بحبش اقول ده بابليك، انا مش مع ان الطفل يدخل له في سن 4 شهور ونص الاكل، لان المنطقه دي ما بتبقاش لسه well developed، وبيكون السنسوري بروسيس لسه بنتعرض للبيئه بتاع الاكل
وبتاع السنس والفيجوال، فساعات لما بتحصل التروما دي بيأثر الأكل، بتأثر على عملية الأكل. فلو حضرتك ما عندكيش مشكلة ممكن تتواصلي معايا على الماسنجر واشوف لو هي محتاجاني ولا لا، لأن في حاجات هبقى حابة أعرفها أكتر. تمام. هو طبعا الموضوع، انا هعلق بس تعليق قبل ما اقفل، ان ال في كلام كتير قوي على 6 و4 شهور. انا كنت ستريكتلي باكل على 6 شهور، وبعدين ده دبليو اتش ريكومنديشن ومعهد التغذيه في مصر. ولكن في ناس بتاكل عند 4 شهور، وبعدين لقيت ان في ناس بتاكل كده بيزد على ستادي معينه عشان حساسيات الطعام. بصراحه انا بسلكت ما بين الاثنين، تمام. ودكتوره هبه غالبا قالت ان هي ما بتحبش تقول ده على البابليك عشان الحرب القائمه ما بين الاثنين. انا بسلكت، في ناس باكلهم على 4، في ناس باكلهم على 6، حسب حاجات كتير قوي قوي قوي. ولكن انا هكونسيدر الكومنت بتاع دكتوره هبه دوت طبعا، ويعني يعني عشان خاطر الفيوتشر. بس غالبا اللي ببدا معاهم من الرابع ده بيبقى فيري سوفت، تمام، ستارت كده، عارفه زي سوفت اوبننج كده. متشكر أيوة جدا لوقتكم، شكرا دكتوره هبه، اتفضلي. العفو. هو هزود بس حاجة على حتة الإكسبوشر، ممكن إحنا في سن 4 شهور نبدأ نعرف الأكل للطفل إن ده أكل، يبدأ يلمسه، نبدأ نحطه له على شفايفه ونشوف رد فعله. لو كان في رفض عنيف لا طبعا لازم، يعني ده من اللي أنا شفته، الأم توقف فورا لأن إحنا كده هنخش في تروما مع ده، فبنستنى لغاية ما يكون well developed بعدين نبدأ نعرض عليه تاني بخطوات بسيطة مجرد exposure. لكن أنا مش بفضل العمر ده أنا بالخبرة، لكن زي ما دكتور محمود قال لا، في بيبرز بتقول كذا وبيبرز بتقول كذا، فأنا ما قلت خلاص أنا مش مش هتخش الحرب ديت. يعني أنا هسكت، أنا بحب أسكت. تمام. انا هستاذن الدكتوره تتواصل معاكي، دكتوره هبه حجازي، هتلاقيها مكتوبه باسم تقريبا بنفس السبيلنج ده، صح؟ هيبقى خير حجاب هبه خيري حجازي، زي الـ النيم في التشات، فتقدري تبعتي لها على الماسنجر ان شاء الله، او كونتاكت الصفحه حتى وكلميها. يعني بعد اذنك دكتوره هبه دكتور تتواصل محمود. معاكي. الو، سامعاني؟ او كده سامعين. ممكن تتواصل معاكي، هتلاقي برضو الصفحة بتاعت حضرتك العيادة اسمها زاد تقريبا، صح؟ زاد، فممكن تتواصل معاكي عليها عشان لو ما وصلتش للبيرسونال بروفايل، ان شاء الله تساعد حضرتك. انا متشكر جدا ليكي، وفعلا يعني كانت محاضرة قيمة جدا، ان شاء الله محاضرة تكون بداية كده ان حضرتك تكملي في الليكتشرز للفيدنج ديفيكولتيز. ومتشكر جدا ليكي، بإذن الله. شكرا. شكرا دكتورة هبة، وجزاكم الله خير على مجهودكم وجودكم، متشكر جدا. ان شاء الله هسيب المحاضرة اونلاين، وانس ان هي هتبقى ريدي هبعت اللينك على بروفايلي، وهدي الدكتورة هبة تحطه على البروفايل بتاعها.